مساء الخير على حضراتكم، مساء الخير على كل جماهير النادي الأهلي في كل مكان. برحب بحضراتكم في يوم جديد وحلقة جديدة من المحترف. قبل ما نخش في طبعا البطولات الأفريقية على مستوى الأوروبي، الساعة 7 نص ساعة قبل دلوقتي كان طبعا أقيمت أو بدأت المباراة النهائية في كأس كؤوس الأفريقية ما بين النادي الأهلي ونادي الزمالك. كل التوفيق، هنتابع مع حضراتكم لغاية دلوقتي النتيجة، التعادل 12-12 في الدقيقة 23 من المباراة. إن شاء الله كل التوفيق لفرقتنا وأبطالنا، أبطال النادي الأهلي، ونفرح كلنا إن شاء الله النهاردة بأبطال وكاس جديدة تضاف لدولاب بطولات النادي الأهلي إن شاء الله. هنتابع مع حضراتكم نتيجة هذه المباراة من خلال برنامجنا اللي هنركز فيه أكيد على البطولات الأوروبية. زي ما حضراتكم عارفين خلاص التوب 5 ليجز، الخمس دوريات الأوروبية الكبرى، خلاص ثلاثة حسمت بشكل واضح. الدوري الأسباني طبعا راح للملكي الأبيض ريال مدريد، الدوري الألماني كالعادة بايرن ميونخ يحتل المركز الأول ويفوز ببطولة الدوري أعتقد مرة 11 على التوالي، ريكورد كبير جدا جدا للبايرن. كمان على مستوى الليجا الأسبانية بيحسم الأمور طبعا ميسي ومبابي ونيمار ورجاله باريس سان جيرمان بالفوز بالبطولة الفرنسية. لسه عندنا بطولتين كبار جدا، والصراع قوي جدا جدا في طبعا البريمير ليج اللي هيكون عندنا حديث طويل جدا عن البريمير ليج النهاردة، والصراع المشتد والمباراة النهائية إن شاء الله يوم الأحد لتحديد بطل البريمير ليج، هل هو السيتي أم ليفربول. على مستوى الدوري الإيطالي كمان الصراع مشتعل جدا بعد يمكن فوز الميلان الجولة الأخيرة أو الجولة الماضية على أتلانتا 2-0، وطبعا تصدر الدوري الإيطالي بفارق نقطتين عن الإنتر اللي طبعا هيتحدد كمان خلال يوم السبت أو الحد إن شاء الله كمان من هو بطل السيريا. هل الميلان بعد غياب طويل جدا جدا يعود للفوز بهذه البطولة الغالية، أم الإنتر ميلان يكون هو صاحب الكلمة. كمان هنتكلم النهاردة على مباراة كانت يمكن مباراة في نهائي الدوري الأوروبي، مباراة ما بين فرانكفورت ورينجرز الاسكتلندي وحصول فرانكفورت على البطولة غالية جدا. فرانكفورت الألماني من تقريبا 1980، يعني بنتكلم في 42 سنة كان غائب عن التتويج الأوروبي، لكن قدر فرانكفورت يفوز بضربات الجزاء على رينجرز. كمان هنتكلم على هذه المباراة بشكل مفصل. النهاردة كمان نستضيف ناقد رياضي مميز جدا، عمر صبحي، من الناس المميزة اللي أنا على المستوى الشخصي بحب أسمع تحليلاته متزنة، يعني ملم بكل الأمور في الكرة الأوروبية والمحلية، هيكون موجود معنا إن شاء الله. كمان في نهاية الحلقة مع محمد الباز وتفصيلاته التكتيكية، هنتكلم معاه على طبعا الكرة الإنجليزية، وخاصة النهاردة هنتكلم على توتنهام، اللي عمله توتنهام في الفترات الأخيرة بعد وجوده مع طبعا يعني وصعوده للمركز الرابع مع كونتي المدير الفني الإيطالي، وعمل طفرة كبيرة جدا. محمد الباز هيشرح لنا كيفية وصول توتنهام لهذا المركز الرابع وأداء أكتر من رائع مع كونتي. حلقة إن شاء الله النهاردة يعني حلقة دسمة كعادة حلقات يوم الخميس. بس خلونا قبل ما نخش على الصحافة العالمية والمواقع العالمية نتكلم في بعض النقاط السريعة. طيب أول نقطة، نجم كبير على مستوى الكرة العالمية على مستوى ريال مدريد، نتكلم على مودريتش، لوكا مودريتش طبعا لاعب مدريد بيقدم موسم خرافي، موسم أكتر من رائع. لاعب عنده 37 سنة، المجهود البدني والمجهود الذهني وعلى مستوى اللياقة البدنية وعلى مستوى الأداء أعتقد هو من أفضل لاعبي خط الوسط دلوقتي في حالتنا دلوقتي، وهو عنده 37 سنة. لوكا مودريتش طبعا لاعب خط الوسط وأفضل لاعب خط وسط في العالم حاليا، بيتمنى على أن هو يبقى في ريال مدريد لنهاية مشواره الاحترافي. حضراتكم عارفين أن مودريتش يمكن لعب للإنتر وكان موجود في الكرة الإنجليزية مع توتنهام، لكن تألق بشكل كبير جدا جدا مع ريال مدريد، وخاصة هذا العام اللي كان الناس بتتكلم هل لوكا مودريتش السنة دي هيقدم حاجة مع ريال مدريد، هيكون قادر على العطاء في سن 37 سنة.
أدهشنا بشكل أكتر من رائع، مستوى بدني وفني أكتر من ممتاز، يتمنى بقاؤه إلى الأبد مع نهاية مشواره الاحترافي مع ريال مدريد. نشوف مع حضراتكم لوكا مودريتش نجم ريال مدريد قال إيه. ما حدث تلك الليلة على استاد برنابيو في دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي كان مميزا وساحرا، لا نستسلم أبدا بل نقاتل إلى النهاية، وهذا ما يعلمنا إياه ريال مدريد. هذا أمر يصعب شرحه خاصة هذا الموسم الذي شهدنا فيه العديد من الليالي الساحرة. ريال مدريد هو بيتي، أنا سعيد جدا في هذا النادي وسعيد جدا في هذه المدينة، وأشعر بحب الجماهير لي كما أن أسرتي سعيدة جدا بالعيش هنا. لهذا السبب أريد البقاء هنا للعديد من السنوات الإضافية، وآمل أن أنهي مشواري في ريال مدريد. أنا ريال مدريد، ما فيش شك إدارة ريال مدريد أكيد هتقدم عرض، وعرض قوي جدا للوكا مودريتش في سن 37 سنة للبقاء لطبعا نهاية مشواره الاحترافي في الكرة الأوروبية. طيب خبر تاني عندنا، الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تعهد بمساندة آسيا لترشيح أو لترشح رئيس الاتحاد الدولي جيانو أنفانتينو لولاية ثالثة في رئاسة الفيفا. أكد الشيخ سلمان سعيه للفوز كمان هو بولاية ثالثة على رئاسة الاتحاد الآسيوي، جاء ذلك في اجتماع طبعا الجمعية العمومية الـ 32 للاتحاد الآسيوي اللي عقد في العاصمة البحرينية المنامة. وعبر تقنية الفيديو قال الشيخ سلمان خلال الاجتماع: كما تعلمون بدأت ولايتي الثانية كرئيس للاتحاد الآسيوي في 2019 وتنتهي عام المقبل، أود أن أعلمكم أن أنا سأرشح نفسي للانتخابات في 2023 وأسعى لنيل ثقتكم ودعمكم مرة أخرى لولاية أخرى كرئيس للاتحاد الآسيوي لكرة القدم. انتهاء الشوط الأول بين الأهلي والزمالك أعتقد 15-18 ولا 15-15، تعادل 15-15 ما بين النادي الأهلي ونادي الزمالك في نهائي كأس الكؤوس الأفريقية. كل التوفيق إن شاء الله لفرقته. طيب نروح لخبر ثالث، نجم كبير كل الناس كانت التساؤل هل يبقى في ناديه أو ينتقل إلى ريال مدريد، بتكلم على كليان إمبابي طبعا مهاجم باريس سان جيرمان. طبعا يمكن اللي أثار الجدل مجددا في باريس حول مستقبله وسط تكهنات بإمكانية رحيله عن النادي في الموسم القادم. بعض الشبكات الRTL الفرنسية قالت أن مبابي غاب عن التدريبات الجماعية للفريق الباريسي النهاردة واكتفى بتدريبات داخل صالة الألعاب البدنية بمقر النادي الباريسي. أضافت كمان أن موقف مبابي يعني هيحسمه التقرير الطبي في مشاركته المباراة الأخيرة أمام ميتس يوم الجمعة اللي جاية، حضراتكم عارفين نهاية الجولة الأخيرة من الدوري الفرنسي باريس سان جيرمان أمام ميتس. عايزين أقول لحضراتكم أنه بنسبة 99.9% مبابي هيكون في ريال مدريد. طبعا كمان اللي خلاني أقول كده أن خلاص حضراتكم عارفين أن الدوريات أو الأندية الأوروبية كلها نشرت التيشيرت الجديد للموسم القادم، وطبعا في الستورز او يعني في محلات البيع اختفى تيشيرت مبابي عن الموسم القادم. دي كانت اشاره واضحه جدا لطبعا انتقال مبابي خلاص الى النادي المدريدي ريال مدريد، حلم مبابي طبعا الانتقال لريال مدريد اللي هيكون متواجد معاه الموسم القادم. طيب سريعا مع حضراتكم نشوف الصحافة العالمية والمواقع العالمية قالت إيه في المحترف. يلا نبدأ جولتنا النهاردة فقرة الصحف العالمية بصحيفة ماركا الأسبانية. صحيفة ماركا الأسبانية ركزت طبعا على منحها جائزة الأساطير للكرواتي لوكا مودريتش نجم ريال مدريد، وكتبت لوكا مودريتش أسطورة لا نهاية. الصحيفة تحدثت عن فوز كمان فرانكفورت باللقب الدوري الأوروبي بعد الفوز في النهائي على رينجرز الاسكتلندي بضربات الترجيح، وكتبت فرانكفورت البطل. صحيفة سبورت الأسبانية ركزت على سوء الانتقالات في برشلونة وكتبت كوليبالي.
كوليبالي مرشح لتعزيز قلب دفاع برشلونة، وكمان الصحيفة اهتمت بفوز تاني فرانكفورت على بكأس الدوري الأوروبي على حساب جلاسكو رينجرز في النهائي، وكتبت فرانكفورت بطلا بضربات الترجيح. لسه مع حضراتكم في أسبانيا مع موندو ديبورتيفو الأسبانية اللي ركزت على مستقبل الهولندي ممفيس ديباي، طبعا لاعب برشلونة، وكتب ديباي على حسب ميزان سوق الانتقالات، بمعنى آخر أن طبعا الرقم أو النادي اللي هيدفع أكتر في هذا اللاعب هو سينتقل إليه. كمان الصحيفة اهتمت، كل الصحف اهتمت بصراحة بفوز وتتويج فرانكفورت باللقب الدوري الأوروبي بعد الفوز طبعا زي ما بقول لحضراتكم بضربات الجزاء على رينجرز الاسكتلندي، والصحيفة كتبت تتويج فرانكفورت. طيب نسيب أسبانيا ونطلع على بريطانيا، تحديدا صحيفة صن الإنجليزية ركزت على أزمة الدنمارك كريستينسن في تشيلسي، رفضوا لعب نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، وكتبت مرارا وتكرارا. كمان اهتمت بتصريحات توخيل اللي أكد خلالها أن اللاعب الدنماركي لم يرفض اللعب للمرة الأولى، بل حدث هذا الأمر أكثر من مرة. الصحيفة كمان يعني اهتمت بمساندة كواتي لمواطنه طبعا جاي في قضية عدم دعم المثليين، وكتبت فيها سأتحدث مع كواتي. اهتمت الصحيفة كمان بتصريحات كلوب يورجن كلوب المدير الفني لهذا طبعا لليفربول حول مدرب أستون فيلا، طبعا أسطورة ليفربول جيرارد اللي يعني بيحمل أمال الفريق في اللقب بالفوز بالدوري الممتاز، وكتب كلوب لن أواجه نداء لجيرارد. يعني طبعا جيرارد أسطورة من أساطير طبعا ليفربول، وطبعا المباراة تحديد بطل الدوري الإنجليزي طبعا هيكون فيها عامل كبير جدا جدا لجيرارد، اللي كمان جيرارد طلع وقال إنه هو طبعا بيحب ليفربول جدا، ولكن هو راجل بروفيشنال، راجل مدرب بروفيشنال بيسعى مع أستون فيلا للوصول لأفضل المراكز وإنهاء الموسم بشكل أكتر من رائع بغض النظر عن نتيجة المباراة أو مين اللي هيكسب الدوري الإنجليزي. طيب نروح لفرنسا ومع الإكيب الفرنسية، ركزت على أولمبيك مارسيليا ومدربه الأرجنتيني خورخي سامباولي، وكتب شكوك حول خورخي سامباولي. الصحيفة اهتمت كمان بفوز أنترلاخت فرانكفورت بلقب الدوري الأوروبي بعد الفوز على طبعا جلاسكو رينجرز طبعا بطل الدوري الأسكتلندي. نطلع لإيطاليا سريعا، جريدة لا جازيتا دي سبورت الإيطالية اللي ركزت على البرتغالي لياو نجم طبعا الميلان، وكتبت لياو يساوي 100 مليون يورو. حضراتكم عارفين لياو طبعا لعيب مميز جدا في ميلان وهدافي من هداف الفريق، ولعيب مميز جدا ظهر بمستوى اكتر من رائع مع اي سي ميلان هذا العام. كمان الصحيفه تحدثت عن سوق الانتقالات يوفنتوس، وكتبت يوفنتوس يرغب في التعاقد مع جورجينيو، وعوده جورجينيو او في اهتمام كبير جدا من يوفنتوس لنجم تشيلسي جورجينيو. الصحيفه كمان اهتمت بروما، حضراتكم عارفين روما هتلعب في نهائي دوري المؤتمر الاوروبي امام فاينورد الهولندي، وكتبت على لسان مورينيو نهائي دوري المؤتمر هو الامل، ويمكنني البقاء سنتين مع الفريق حال تتويج روما بهذا الكاس. دي كانت عناوين الصحف العالميه. نروح لفاصل سريع ونستقبل عمر طبعا صبحي الناقد الرياضي المتميز عشان نتكلم مع حضراتكم طبعا في هذه البطولة، بطولة فرانكفورت لم يفز فيها من 42 سنة، من 1980 لم يحصل على أي بطولة قارية على مستوى أوروبا. نتكلم على البطولة دي، كمان هنتكلم على صراع الدوري الإنجليزي، من يحسم البريمير ليج، هل السيتي أم ليفربول؟ كل ده بعد الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم، وبرحب بحضراتكم مره ثانيه، وبنرحب بضيفنا النهارده الناقد الرياضي المتميز عمر صبحي، ناقد متميز على الكره العالميه والكره المحليه واي كوره بصراحه، بيتميز بالهدوء، يتميز بالتحليل الراقي. بنرحب بيك معانا يا عمر، مساء الخير عليك.
برحب بحضرتك كابتن هاني، وبرحب بكل جماهير النادي الاهلي، ويعني دايما بكون مبسوط وبتشرف جدا ان انا بظهر مع حضرتك. احنا اللي بنبقى سعداء بوجودك عمر، اضافه كبيره لاي مكان. نخش على طول على بطوله دوري النهائي الاوروبي، ويمكن عايز اسالك سؤال قبل ما نتكلم على المباراه. طبعا بعد خروج برشلونه من دوري الابطال وطبعا انضمامها للدوري الاوروبي، كله يعتقد ان برشلونه هو سيحدث هذه البطولة، ولكن البطولة راحت لفريق بعيد تماما عن كل توقعات، فريق فرانكفورت الألماني. شايف إجمالي البطولة إزاي بمفاجأتها، والمفاجأة الأكبر حصول فريق فرانكفورت الألماني على هذه البطولة؟ في بداية المفاجآت كانت خروج إشبيلية من البطولة، لأن إشبيلية يعني هو المتعادل الرسمي لبطولة اليوروب ليج في آخر 10 سنوات. صحيح. بعديها لقينا برشلونة راح من دوري أبطال أوروبا لليوروب ليج، وده كان تأثيره على البطولة، سواء حجم دعاية أو حجم مشاهدات للبطولة أو حجم إعلانات للبطولة زاد جدا بعد تواجد فريق زي برشلونة فيه. اعتقادي الشخصي ورأيي الشخصي إن فرانكفورت فاز بالبطولة لما فاز على برشلونة في الكامب نو. فرانكفورت بجماهير فرانكفورت، بالشكل اللي ظهر فيه الفريق، بالجماعية اللي قدر يعملها المدير الفني للفريق جلاستر، والشكل اللي بيظهر عليه الفريق والتماسك ما بين الخطوط اللي بيحققها الفريق، قلت ساعتها ان فرانكفورت هو اقرب الفائزين للبطولة. وكمان فرانكفورت هو الفريق الوحيد اللي مخسرش في اليوروبا ليج السنة دي او الموسم ده. مشواره كان صعب جدا، ريال بيتيس بيقدم موسم هايل جدا. صحيح. جدا جدا، ومنافس شرس جدا على التأهل لدوري ابطال اوروبا في الدوري الاسباني، وكان بيقدم بطوله هايله جدا في اليوروب ليج. بعديها كان لاعب برشلونه، وشفنا حط اداره برشلونه وجماهير برشلونه في موقف محرج لما حوالي اكثر من 50% من جماهير فرانكفورت سافرت من المانيا حضرت في الكامب نو، كان كانهم بيلعبوا في ملعبهم مش في الكامب نو. كمان الماتش الاخير فوزهم على ويست هام ذهابا وايابا. ويست هام كل الناس بتشوف المستوى اللي بيقدمه في الدوري الانجليزي، ويعامل برضو موسم رائع جدا في الدوري الانجليزي يأهله للبطولات الاوروبيه. كمان فرانكفورت تنوع الاداري او رغبه الاداره في الفوز ببطوله افريقيه بيدل او باين جدا من ترتيبهم بطوله اوروبيه، من ترتيبهم في الدوري الالماني. ترتيبهم في الدوري الالماني هو 11 يا كابتن هاني. صحيح. ما كسبوش في الدوري الالماني من حوالي 15 مارس، فكده كان الفريق منصب تركيزه تماما على الدوري الاوروبي. لو تشوف لعيبه فرانكفورت وهي بتحتفل بعد ما وقعت في القرعه مع برشلونه، تعرف ان اللعيبه دي عندها الدوافع والامكانيات والقدره الذهنيه ان هم يوصلوا النهائي، وعايزين يعملوا حاجه فعلا لفرقتهم، وعايزين يوصلوا النهائي. الفريق هيحصل على حوالي 8,600,000 مكافئات، ده رقم يعادل الرقم اللي صرفوه في الميركاتو. في الميركاتو يعني فريق عندهم صرفوا في سوق الانتقالات الصيفيه والشتويه ارقام قليله جدا، بالعكس كانوا بيتخلوا عن لعيبتهم، وقدر في النهايه يحصل على بطوله اوروبيه، وهيتواجد السنه الجايه في دوري ابطال اوروبا. دي خطوه كبيره جدا يا عمر، لان انا من خلال وجودي طبعا هناك في الدوري الالماني لمده 11 سنه، يمكن فريق فرانكفورت دايما من فرق يعني المنطقه الدافئه زي ما بيقولوا، يعني حصل يمكن على الدوري الالماني مره واحده من سنوات طويله، وكاس المانيا 5 مرات في تاريخه. ففرانكفورت دايما نادي خلينا نقول مستقر الى حد كبير، طموحاته انه يوصل للمربع الذهبي كانت قليله جدا جدا السنوات اللي فاتت، فوجوده دلوقتي في دوري ابطال اوروبا السنه اللي جايه وحصوله على مكافئات كبيره دافع كبير جدا للنادي، وفي اعتقادي يساوي كتير اكبر كتير جدا من الحصول حتى على البوندسليغا. يعني بالظبط بالظبط، وجماهير فرانكفورت كانت كلها عملوا بالزبط. ملحمه بصراحه، يعني هم اول بالنسبه لي خط الدفاع الاول. صحيح. هو جماهير فرانكفورت، وهو الفائز الاول بالبطوله، وهو المساند الاول للفريق وال11 لعيب، اعتقد كان اهم من كل دول هو جماهير فرانكفورت. احنا في الدقيقه الثالثه من الشوط الثاني، 17-16 للنادي الاهلي، كل التوفيق لنادينا. طبعا نهائي كاس الكؤوس الافريقيه النادي الاهلي ونادي الزمالك، وفرق هدف لصالح النادي الاهلي في الدقيقه الثالثه من الشوط الثاني، كل التوفيق لفرقتنا. نرجع ثاني للبطوله الكبيره اللي كان فيها لاول مره كان موجود وست هام، برشلونه، نابولي،
طبعا سيفيليا بتتكلم على اسماء كبيره جدا جدا. لكن شفت بقى المباراه ازاي؟ طبعا مباراه ماراثونيه بشكل كبير جدا ما بينه وما بين الرينجرز. يعني بالنسبه لي بطل المباراه ده هو كيفن تراب، اللي شال ضربتين، يعني شال كورتين في الشوط الرابع قبل ضربات الجزاء. اعتقد ان كان رينجرز قريب جدا بالكورتين دول، وكان قريب، يعني كانت مباراه زي ما حضرتك قلت فعلا ماراثونيه. والسيناريو برضو يا كابتن، يعني كره القدم لازم بتدينا سيناريو كده، ان ارون رامزي هو اللي يخش ويضيع اللي هم اكثر اللاعبين خبره في البطولات الاوروبيه. دايما الضربات الترجيحيه ديت دايما بتلاقي فيها النجم لازم الابرز سيناريو. هو اللي يعني بيضيع، يعني حاجه سكريبتد كده، لازم تشوف حاجه تحكيها، لازم تشوف حاجه نقولها بعد كده، ان ارون رامزي هو اللي ضيع. فدي كانت اغرب حاجه، يعني كان كل الناس متاكده ان اللي 100% ممكن يسجل هو ارون رامزي، لكن هو اللي يضيع علشان كيفن تراب يصد فيوصل فعلا يستحق ياخد الاشاده اللي كل الصحف الاوروبيه ادتها له. يعني كان موجود في باريس سان جيرمان، ما خدش اي ما كانش عليه صحيح. اي ضوء في باريس سان جيرمان، ويعتبر ما لعبش في باريس سان جيرمان عشان يروح فرانكفورت ويكون نجم البطوله ويكون متالق. وبرده كيفن راب عمل ماتش هايل جدا قدام برشلونه وقدام وست هام، يعني كان من احد اهم لاعيبه. مين كان الافضل في وجهه نظرك على المستوى الفني داخل المباراه؟ طبعا الضربات الترجيحيه، طبعا ضربات الحظ، طبعا التوفيق فيها بيكون كبير جدا، لكن على المستوى الفني شفت المباراه ازاي؟ هل رينجرز بالضغط العالي اللي كان بيعمله، بالروح طبعا اللي ظهرت على اللعيبه بشكل كبير، كان اقرب لحسم المباراه في الوقت الاصلي، ام شايف ان فرانكفورت كان بيلعب على ده؟ يعني بالنسبه له طبعا الوصول لضربات الجزاء الترجيحيه كان هدف من اهدافه. يعني بالظبط والله يا كابتن زي ما حضرتك بتقول، يعني كان رينجرز عالي في بعض اوقات المباراه، ولكن انا بشوف ان ده كان يعني حنكه من المدرب النمساوي اوليفر، ان هو بيتحكم في سير المباراه بالشكل اللي هو عايزه. شفناه كده في من دور ال 16 ودور الثمانيه ودور نص النهائي، بيتحكم في رتم المباراه بالشكل اللي هو عايزه، بيدي لعيبته العناصر الاساسيه الفريق بتاعه امتى يضغطوا وامتى يطلعوا، امتى يتمركزوا في تلت ملعبهم الاخير. فكان ممشي الفريق او ممشي رينجرز على خطوات ثابته، قسم المباراه لسيناريوهات محدده، قدر من خلالها ان هو يحقق هدفه الرئيسي اللي هو الفوز بالمباراه. تمام. وبرده لو احنا محضرين طبعا جدول ارقام المباراه، طبعا من خلالها برده نشوف ونقيس مع عمر طبعا مدى قوه هذه المباراه. واعتقد ان فرانكفورت من خلال متابعتي حتى للدوري الالماني بيقدم كره هجوميه بشكل كبير، يعني ما اعتمدش بس على الدفاع ولكن بيعتمد على الشكل الهجومي بشكل كبير. الارقام قدامنا، يمكن الرقم اللي وقفت عنده هو طبعا العرضيات، 23 عرضيه لصالح فرانكفورت، وكمان عدد الركنيات 11 مقابل 2. كل الارقام زي ما انت شايف كانت ارقام قريبه، يمكن كان الاستحواذ برضو 52-48، كلها أرقام تدل إن المباراة ماشية سيان، يعني ماشية 50-50. ماشية في نفس النتيجة، في نفس نتيجة المباراة، ولكن فعلا 23 عرضية دي أثرت كتير جدا على دفاع رينجرز طول المباراة. والركنيات شفنا 11 ركنية قدام 2، ده بيدل على ثبات لعيبة المدافعين لفرانكفورت، وازاي بيقدروا يخلصوا الكره في التغطيه العكسيه، وازاي بيقدروا يامنوا مناطق دفاعهم بشكل كامل. طيب انت كنت بتتكلم على نجم المباراه، بتقول ان تراب نجم المباراه في هذه المباراه المهمه جدا جدا. وزي انت ما قلت، يعني دايما بنتكلم ان النادي البطل لازم يكون عنده حارس مرمى على مستوى عالي. تراب طبعا حارس مرمى على مستوى عالي جدا، قدم مستويات في هذه المباراة خاصة بشكل أكثر من رائع. يمكن عندنا فيديو لهذا حارس المرمى، نشوف قد إيه هذا التألق، وإن تراب كان علامة مميزة في هذه المباراة النهائية. نشوفه مع حضراتكم، نرجع مع عمر عشان نكمل حديثنا عن هذه المباراة، ونخش كمان على البريمير ليج وأحداث البريمير ليج، ونشوف مين من وجهة نظر عمر، هل الأقرب هو سيتي أم ليفربول سيحقق المفاجأة؟ نشوف الفيديو ونرجع مع حضرتك. Man hat einfach das Gefühl gehabt, es muss heute so sein, dass wir das gewinnen.
كان لدينا شعور بأن هذا يجب أن يحدث وأنه كان علينا الفوز بهذا اللقب. لقد خسرنا بشكل كبير أمام تشيلسي بركلات الترجيح في ذلك الوقت في نصف نهائي 2019، وكان لدينا مثل هذه الجولة غير المفهومة في الدوري الأوروبي هذا العام، وهذا الذي استحققناه بكل بساطة. العمل الذي وضعناه في هذا الأمر كان يجب أن يستحق كل هذا العناء في النهاية، لذا ربما كانت الكاريزما هي التي جلبت لنا هذا اللقب إلى الوطن في النهاية. deutschen Fußball für alle. Ich glaube, dass wir heute sehr sehr viele Menschen stolz gemacht. هو كمان في النهاية كده قال جملة طبعا الكرة الألمانية، وده كمان على طبعا مكسب للكرة الألمانية. ما فيش شك أي بطولة قارية على مستوى أوروبا يفوز بها أي نادي ألماني أكيد يا عمر بتكون كمان إضافة للكرة الألمانية بشكل كبير، اللي يعني خلال العشر سنين اللي فاتوا عاملة طفرات على مستوى الأندية. شفت تعليقه إزاي وبيقول إن هو يعني الروح لعبت كمان دور كبير جدا في الفوز بهذه البطولة؟ قلنا كده يا كابتن، قلنا ان الجماهير وروح اللاعبين واصرارهم وفرحتهم بعد ما القرعه جابتهم مع برشلونه، علشان عايزين يقدموا حاجه لجمهورهم وعايزين فعلا ينافسوا ويوصلوا للنهائي عن طريق اكبر الخصوم اللي ممكن تواجههم في الدوري الاوروبي. ده كله ظهر على لعيبه فرانكفورت. ما فيش شك طبعا ظهر على لعيبه فرانكفورت، كمان على المدير الفني اوليفر، طبعا مدير الفني لفريق فرانكفورت الفائز بهذه البطوله. نشوف قال ايه بعد الفوز بطبعا الدوري الاوروبي، وانجاز كبير جدا جدا يحسب ليه ويحسب للاداره للاعبين وكمان لمجلس اداره، وفي المقام الاول الجماهير، جماهير فرانكفورت اللي عملت يمكن ملحمه في هذه البطوله. نشوف اوليفر المدير الفني لفرانكفورت اندرلخت. Jeder hat sein Ego hinten angestellt, hat es zu Hause gelassen. ترك الجميع غرورهم في المنزل للتأكد من أنهم فعلوا كل شيء من أجل الفريق ليكون ناجحا. ولأنني تعرفت على اللاعبين خلال الأشهر القليلة الماضية لم يفاجئني ذلك، كان الأمر صعبا، ولكن جماهيرنا تمكنت من التغلب على جماهير رينجرز وتمكنت من دفع فريقنا للأمام، ولذا سنحتفل خلال الأيام المقبلة مع جماهيرنا. طبعا سعيد جدا بهذه البطولة عمر، وبيتكلم نقطة سريعة قال تركنا الغرور في المنزل. نقطة كان بيتكلم طبعا عليها ان زي ما انت قلت فريق فرانكفورت تقريبا خرج كل الفرق القوية، وهو اشتغل على نقطة ان هو لم تحسم البطولة، مباراة نهائية ليها تداعياتها وليها مسارها، وبالتالي نقطة مهمة ان هو يعني قال انه قال للعيبة سيبوا الغرور في البيت وقدامنا مهمة صعبة. بالظبط، ده بيكون اكبر حاجة بتشغل بال المدير الفني. ازاي هيخلق دوافع جديدة؟ بالظبط، ازاي هيخلق دوافع جديدة للعيبته؟ انت بعد ما خرجت ويست هام، بعد ما خرجت برشلونة، هتيجي تلاعب رينجرز اللي هي اقل تاريخيا واقل مستوى فني واقل مستوى بدني من كل اللي انت خرجتهم، ازاي هتخلق دوافع جديدة نفسية عند اللعيبه بتاعتك؟ طيب ده كان راي طبعا المدير الفني اوليفر المدير الفني لفرانكفورت. معانا كمان برونك هورست، طبعا ده المدير الفني الهولندي لفريق جلاسكو، طبعا قال ايه بعد المباراه؟ نشوف مع حضراتكم. اشعر بالطبع بخيبه امل كبيره، أعني إذا لعبت في نهائي بطولة أوروبية وخسرت فإن ذلك سيؤلمك، لأنك تلعب في النهائي تفعل كل ما في وسعك لأجل الفوز، وفي النهاية حسمت المباراة بركلات الجزاء الترجيحية، ويشبه هذا اليانصيب. لم نكن الجانب الفائز، لكن ليس بوسع الشكوى لأن لاعبي فريقي بذلوا طاقتهم القصوى، وفي كل المباريات السابقة كانت في نهاية المطاف مباراة صعبة امتدت إلى ركلات الجزاء الترجيحية وخسرنا. إنها خيبة أمل كبيرة لأننا كنا على مقربة من الفوز بالكأس، إلا أن هذه هي حال كرة القدم. عمر تعليقك. يعني برشلونة خسرت مرتين من فرانكفورت، مرة لما هورست خسر ومرة لما خرجوا برشلونة. لا طبعا كمان هو مدرب كبير وكل حاجة، لكن خلينا نتكلم على البطولة ديت. زي ما بقولك برضو أكيد دوري أبطال أوروبا هو واخد الأنظار كلها وهو واخد يعني التورتاية، لكن طبعا هذه البطولة بطولة قوية جدا على المستوى الأوروبي، ويمكن الاتحاد الأوروبي
بيحاول كمان يشجع الأندية لما بتقدرش توصل لمراكز متقدمة في الدوريات المحلية أنه يخشوا على المحك الأوروبي بشكل كبير. شايف تطورات البطولة دي إزاي؟ وشايف أن مع وجود دلوقتي كمان فريق خامس بالنسبة للكرة الألمانية في البطولات الأوروبية هينعكس إزاي على الشكل العام للبطولة دي؟ طبعا بعد ما فرانكفورت كسب هيصعد لدوري ابطال اوروبا مع الاربع فرق بتوع دوري ابطال اوروبا من الدوري الالماني، ولكن يعني بطوله اليوروب ليج دايما بتكون قويه جدا لتقارب مستوى الانديه، لتقارب مستوى الانديه من دورياتها، على عكس بيكون في دوري ابطال اوروبا بيكون الفرق الصف الاول زي ريال مدريد، باريس سان جيرمان، مانشستر سيتي، ايا يعني كان مانشستر يونايتد، الفرق دي بتصرف مليارات وبتصرف ملايين او مئات الملايين كل سنه في الميركاتو علشان تتعاقد مع لاعبين. فرق دوري ابطال اوروبا، فرق اليوروب ليج بتكون مختلفه، انفاقها محدود جدا وبتلاقي فيها تنوع من الدوريات الاوروبيه، يعني الدوري النمساوي والدوري الاسباني والدوري الانجليزي والدوري السويسري، فبتلاقي فيه الفرق اللي ممكن تحب تتفرج عليها او الفرق القريبه في المستوى نوعا ما اللي ما بتقدرش تنافس في دوري ابطال اوروبا. اعتقد ان الدوري الاوروبي تحديدا هياخد تطور كبير جدا بعد التطور الاخير اللي اتوافق عليه من تشافي رئيس الاتحاد الاوروبي اللي شافوا دوري ابطال اوروبا اللي هو هيتقلب ل 36 فريق وهيكون بنظام دوري كل فريق هيلاعب 8 فرق مختلفه في الدوري. اليوروب ليج ساعتها هتختلف، شكل المسابقه هيختلف، واعتقد كمان عائداتها هتختلف كتير جدا، وهيكون بشكل جديد يقدر يخلي الفرق اللي مشاركه فيها عندها حجم تنافسيه اكبر وعندها حجم متعه وجماهيريه اكبر للمتابعين. كمان هياخدني لسؤال قبل ما نطلع فاصل، ده يعني بطوله المؤتمر الاوروبي، ده كمان بطوله لسه مستحسن يعني السنه دي حاصله ووصل طبعا للنهائي روما الايطالي وهيلعب امام اندهوفن الهولندي. شايف ده كمان ازاي؟ هل هو في اطار رفع القيمه الماديه او في اطار الاستثمار الرياضي بشكل اكبر؟ هل يخدم الكره الاوروبيه بشكل اكبر؟ وكان في بعض الاعتراضات على هذه البطوله، ولكن بطوله ناجحه ووصل للنهائي فرقتين كبار، بنتكلم على روما وبنتكلم على اندهوفن الهولندي. يعني بيساعد الانديه اللي مش قادره توصل لليوروب ليج ودوري ابطال اوروبا على المشاركه الاوروبيه، لعبتها بتقدر تسوق لعبتها، بتقدر تسوق الفريق المنتخب الفريق نفسه، بتقدر تاخد عائدات ماليه وماديه من البطوله، بتقدر بمشاركتك بتقدر بيكون في تنافس اكبر في الدوري بتاعك المحلي، لان انت مثلا بعد ما كنت بتطلع عاشر فانت لا انت عايز تطلع سابع مثلا علشان تقدر توصل للكونفرنس ليج او البطوله المستحدثه في الدوريات الاوروبيه. واعتقد ان هي الكونفرنس ليج عملت فاليو اكتر او عملت قيمه تسويقيه اكتر لليوروب ليج، لان الانديه بقت عايزه ان هي لا انا مش عايز اروح كونفرنس ليج، انا عايز اروح يوروب ليج. فشفنا وكمان يعني مورينيو في تاني نسخه من البطوله كده يعني عمل لها متعه خاصه بان هو وصل للنهائي، فشفناه بيعيط ان هو وصل لنهائي كونفرنس ليج، ايه ده؟ طب ما نروح نتفرج على الكونفرنس ليج. هو دايما سوق لها بشكل هو سوق لها لوحده بالظبط، ودايما مورينيو في اي حاجه يعني بتبيع بالظبط. طيب نطلع لفاصل سريع، ولغايه دلوقتي النتيجه في الدقيقه 14 من الشوط الثاني، مباراه ما بين النادي الاهلي في طبعا نهائي كاس كؤوس الافريقيه 2020 او 21-20 لصالح النادي الاهلي. كل التوفيق لنادينا النادي الاهلي. نطلع فاصل سريع ونرجع مع حضراتكم مره ثانيه.
اهلا بحضراتكم. يمكن دلوقتي في الدقيقه 23 من مباراه النهائي طبعا كاس كوس الافريقيه ما بين الاهلي والزمالك، الدقيقه 23 نتيجه 24-24، وطبعا حضراتكم عارفين كل كره اليد ممكن الهدف بيحرز في اقل من دقيقه، فدايما مع حضراتكم في النتيجه ودايما بنقول يا رب التوفيق طبعا لابطالنا ابطال كره اليد النادي الاهلي والفوز بهذه البطوله. طيب عمر، هنروح بقى لجزئية تانية خالص وبطولة مختلفة على مستوى العالم، أفضل بطولة على مستوى العالم البريمير ليج. قبل ما نخش في الأرقام والإحصائيات، عندك شعور بإيه؟ يعني طبعا الجولة الأخيرة يوم الأحد إن شاء الله هي جولة الحسم، شعورك إيه بعيد بقى عن الفنيات والأرقام والنقط؟ يعني حاسس إن ممكن ليفربول يعملها؟ يعني حاسس إن في سيناريو برضو، يعني حاجة هتحصل. مش هتسيبنا عادي، كان في سيناريو، وخصوصا ان دلوقتي ستيفن جيرارد في الماتش اللي هيلعبه الساعه 9 ضد بيرنلي مريح داني انجز وكتينيو علشان ماتش مانشستر سيتي، فيعني ممكن تعادل السيتي في اخر جوله وفوز ليفربول، يعني اعتقد ان هي، انا اتمنى، يعني انا بحب جوارديولا جدا وحقه ان هو يكسب الدوري، ولعيبه السيتي فعلا كانت بتقدم حاجه ممتعه جدا، ولكن انصاف محمد صلاح بالنسبه لي في ان هو يكون اعلى اسيست واعلى هداف واخد دوري ابطال اوروبا ان شاء الله وياخد الدوري الانجليزي، هيكون قريب قوي من البالون دور، يعني هيكون حقق كل حاجه على المستوى الفردي وهياخد احسن لاعب في البطوله، ودلوقتي البالون دور على الارقام الفرديه بالظبط. فانا يعني اتمنى ان هو، يعني انا بحب جوارديولا جدا. بص كله هيبان يوم الاحد، لكن انا بيني وبينك كنت دايما بقول السيتي اقرب، خاصه يمكن بعد تعثر ليفربول، لكن مباراه ويست هام والسيناريو اللي حصل، واعتقد كمان انه هو بيرجع للمباراه 2-2، لكن بتحس ان في حاجه هتحصل في الاسبوع الاخير. انا معاك طبعا، يعني يستحق بشكل كبير طبعا المان سيتي، ولكن لو شفنا بقى من منظور نجمنا الكبير محمد صلاح نتمنى له كل التوفيق. طيب شايف الجوله دي ازاي؟ شايف مباراه طبعا وموقف ستيفن جيرارد شايفه ازاي؟ موقف صعب جدا، ويمكن هو طلع واتكلم قال انا ماليش دعوه مين اللي ياخد الدوري، انا عندي فرقتي مركز معاها وعايز اخلص باحسن شكل، يعني شايف موقفه ازاي؟ يعني موقف صعب. انا يعني ما التصريحات في المؤتمرات الصحفيه ما بتصنعش بطولات، ولكن انا اعتقد ان ستيفن جيرارد هيحارب مع ليفربول كانه لاعب في الملعب فعلا، او يعني زي ما بقول لحضرتك هو دلوقتي مريح اتنين لعيبه من اهم اللعيبه عنده في الفريق علشان مواجهه مانشستر سيتي، فاعتقد ان جيرارد هيوجه كل امكانياته وطاقته ان هو يقدر يعصر مانشستر سيتي في اخر جوله، ولكن جوارديولا برضو يعني بغض النظر عن الحب والكره، جوارديولا على المستوى الفني ياكل جيرارد ولاعيبه، ويقدر يحط لعيبته في قدرات نفسيه تؤهلهم ان هم يحسموا الماتش من البدايه. لكن خليني اقول لك الجوله دي مش بس ما بين مانشستر سيتي ليفربول، هو هتحسم الماتش ده، يحسم بطل الدوري، لكن كمان عندنا في الجوله دي توتنهام 68 نقطه وارسنال 66 نقطه. هل ارسنال هيقدر يوصل لدوري ابطال اوروبا ولا لا مع ابننا محمد النني؟ ونتمنى ان هو يقدر يوصل دوري ابطال اوروبا. محمد صلاح وسون، محمد صلاح 22 هدف وسون 21 هدف، فهتحسم كمان هداف الدوري الانجليزي. محمد صلاح وارنولد، محمد صلاح 13 اسيست وارنولد 12 اسيست، فكمان هتحسم اكتر عدد من صناعات الاهداف في الدوري الانجليزي. أليسون وإدرسون، أليسون حارس ليفربول وإدرسون حارس مانشستر سيتي، الاثنين عندهم 20 كلين شيت، 20 شباك نظيفة، فحتى الجولة دي هتحسم مين أفضل، أليسون ولا إدرسون، ومين أفضل دفاع ليفربول ولا مانشستر سيتي. فالجولة دي هتحسم حاجات كتير قوي قوي قوي، هي دي متعة الدوري الإنجليزي. الدوري الإنجليزي يعني أنا بالنسبة لي ما بستمتعش بيه الأكثر فنيا خالص على اطلاق، ولا بعتبر انديته هي الاقوى انديه في العالم، مفيش شك، مفيش، ولكن شك. انا هو دي التنافسيه اللي موجوده في الدوري الانجليزي، هي دي روعه ستيفن جيرارد مع استون فيلا قادر ان هو يوقف مانشستر سيتي اللي هو كان
ماشي طايح في العالم كله. هنشوف كان طايح ازاي وهنشوف مشوار الفريقين في البريمير ليج، لكن اطمنك واطمن الجماهير ان الدقيقه 27 النتيجه 27-27 ما بين النادي الاهلي ونادي الزمالك في نهائي كاس الكؤوس الافريقيه. كل التوفيق لفرقتنا، لكن زي ما بنتكلم مشوار البريمير ليج مشوار طويل جدا جدا ومشوار قاسي جدا جدا. معانا على الشاشه مشوار طبعا ليفربول والمان سيتي، طبعا زي ما حضراتكم شايفين النقاط، طبعا فرق نقطة لصالح المان سيتي والفوز طبعا ليفربول 27 مانشستر 28، كلها نتائج قريبة جدا جدا عمر، وبتقول ان المشوار كان صعب جدا. وتبقى الأمطار الأخيرة، الأمطار الأخيرة، تفتكر ايه اللي هيحسم الأمور؟ هل يعني هل تفوق الشكل الهجومي للمان سيتي هيحسم الامور، ولا الصلابه الدفاعيه لليفربول وكمان على مستوى محمد صلاح ان شاء الله يجيب جون ويحسم يعني كمان الحذاء الذهبي لهدافي الدوري الانجليزي؟ اللي هيحسم الامور مين بالنسبه للطرفين؟ يورجن كلوب. و اللي هيحسم الامور بالنسبه لجوارديولا هو الدقيقه الاولى. الدقيقه الاولى شكل الفريق نازل عامل ازاي. جوارديولا احيانا بيحب يتفلسف، يعني عنده لازم كده، انا هعند النهارده، يعني انا هعند النهارده وعايز اكسب وانا بعند، لو ما عملش كده هيكسب من الدقيقه الاولى. انت مع الفكره انه عنده سنه عند او عنده سنه غرور وظهر دوت مثلا في امام ريال مدريد على سبيل المثال؟ ده عنده سنه عند وسنه غرور ما اعرفش هتوصله لفين. يعني مثلا السنه اللي فاتت قدام تشيلسي لما لعب ستيرلينج وطلع لعيب نص الملعب كان بيلعب هو بيه دايما وطلعه مش متذكر اسمه حاليا ونزل ستيرلينج وخسر بيه ولعب من غير راس حربه وخسر نهائي دوري ابطال اوروبا السنه اللي فاتت. السنه دي في نص الشوط الثاني اما طلع دي بروين اللي هو افضل لعيب عندك علشان ريال مدريد تنزل وتقدر ترجع في الماتش في اخر خمس دقايق وتلعب اكسترا تايم كامل من غير اللعيبه الاساسيه او اللعيبه اللي انت المفروض بتحمل عليها في الملعب. مع برشلونه لما طلع وبرشلونه خسرانه من الانتر لما طلع ابراهيموفيتش ونزل ابيدال، يعني تغييره برضو عمري ما هنساها. تفتكر التناقض الشخصيه دي على الجانب الاخر يورجن كلوب عنده واقعيه كبيره جدا وعنده يورجن كلوب انا عندي 90 دقيقه هنزل اللعيبه هتاكل النجيله هسجل اكتر قدر من الاهداف انا ممكن اسجلها، مش هعمل تغييرات غير واللعيبه مستقره، مش هعمل تغييرات غير وانا محتاجها. هو ده اللي هيفرق، يعني جوارديولا لو لعب العادي هيكسب وهياخد الدوري. على مستوى المنافسه في المباراه الاخيره شايف انهي مباراه اصعب، وولفرهامبتون امام ليفربول ولا نتكلم سيتي واستون فيلا؟ على المستوى التقييم الفني، التقييم الفني استون فيلا اصعب، لكن بس الاثنين نهائيين، الاثنين اللعيبه هي نازلين نهائيين، يعني الفريقين ما ينفعش ما يسجلوش، الفريقين ما ينفعش يستقبلوا اهداف. هي فعلا احساس بكل المشاعر اللي ممكن تخشها في مباراه نهائيه بدون ضربات جزاء. انت عندك مباراه نهائيه، انا ما ينفعش اكون مستعجل وفي نفس الوقت ما ينفعش اكون متردد. فالفرقتين يعني سواء وولفز او وست هام او استون فيلا عندهم تنوع تكتيكي اكتر، عندهم لعيبه ممكن تصنع الفارق اكتر في الملعب، وعندهم خيارات هجوميه افضل، ولكن المباراة نهائية، النهائي اللي بيتحكم فيه أعصاب اللعيبة خلال 90 دقيقة. طيب تعالى أنا وأنت، عشان أنت كمان قلت نقطة مهمة جدا، الصراع مش على القمة بس، لكن في بعض الصراعات من خلال الأرقام الأهداف بتتكلم على صراع الوصول ل طبعا دوري ابطال اوروبا السيزون القادم ما بين الارسنال وما بين توتنهام. نشوف ترتيب، يمكن ترتيب معانا ترتيب او نتائج الجولة الأخيرة، نشوف نتائج الجولة الأخيرة وتأثيرها طبعا على طبعا جدول الدوري. ولو كان طبعا فوز توتنهام 1-0 على طبعا بيرنلي، استون فيلا 1-1 مع كريستال بالاس، ليدز يونايتد 1-1 وليدز يونايتد 1-1 امام برايتون، وست هام والتعادل 2-2 امام مانشستر سيتي. هنقف عند المباراه دي ونتكلم عليها اكيد، واتفورد والخساره امام ليستر سيتي 5-1 وورتهامبتون والتعادل امام نوريتش 1-1 طبعا مباراه هنتكلم عليها كمان. ايفرتون بينهزم امام برينتفورد 3-2، نيوكاسل والفوز على الارسنال، برضو هاخد رايك في المباراه دي يا عمر، لكن المباراه كانت مهمه جدا جدا للارسنال للحفاظ او للوصول للتشامبيونز ليج الموسم القادم.
ساوثهامبتون والهزيمه امام ليفربول 2-1. رايك في النتائج؟ في مفاجات؟ انا عايز بس اخد سريعا منك بالنسبه للارسنال المباراه دي شفتها ازاي؟ ونيوكاسل خلاص كان بعد في الدور الاولاني كل الناس كانت بتتكلم ان نيوكاسل في الشامبيونشيب ونازل للدرجه الادنى، ولكن قفزه قويه جدا وبقائه في الدوري. نيوكاسل بعد الاستثمار الصندوق الاستثمار السعودي وشراء واستحواذ على نادي نيوكاسل يونايتد والتعاقد مع المدير الفني ايدي هاو جه يوم تقريبا 8 نوفمبر. كان قبل 8 نوفمبر نيوكاسل ما قدرش يكسب ولا مباراه في الدوري الانجليزي. كان ولا عنده ولا مباراة. كان عنده 6 تعادلات وخمس هزائم بعد التعاقد مع ايدي هاو وبعد الصفقات القليله جدا المنحصره على صفقتين او ثلاثه. قدر ايدي هاو ان هو يوصل مع اللعيبه اللي موجوده حاليا في نيوكاسل ان هو يفوز في 12 مباراه منهم 5 مباريات على التوالي. قدر يقفز فيهم في جدول الترتيب، وقفزه جدول الترتيب غير القفزه الفنيه اللي قدر يعملها ويسيطر بيها على اوضه اللبس واللي قدر يطبقها في الملعب. شفنا بيقدم نتائج ايجابيه جدا قدام معظم فرق الدوري الانجليزي. ارسنال عنده لغز كبير جدا بعد تقديم مستوى هايل قدام مانشستر يونايتد ومستوى هايل قدام تشيلسي ومستوى هايل قدام مانشستر سيتي. بنشوف تراجع بشكل كبير جدا قدام توتنهام وقدام نيوكاسل. ده اللي اعتقد ان هو بينقص ارتيتا هويه الفريق. ما بيقدرش يكمل بنفس الريتم، وده عشان كده مش هو الفريق البطل. ما بيقدرش يكمل بنفس الريتم وبنفس الشكل وبنفس الاداء اللي المفروض يستمر عليه. لا، عنده ارتفاعات وانخفاضات في مستوى اللعيبة. ما بيقدرش يخلي اللعيبة على مستوى واحد طوال فترات الموسم. ده راجع لحاجتين. أول حاجة هي دكة البدلاء. عنده دكة بدلاء لا ما بيقدرش يعتمد عليها. ما تقدرش تعتمد على التغيير أو التنوع في دكة البدلاء إن هو يقدر يعمل لك أكتر من شكل في الملعب. تاني حاجة هي المتوسط الأعمار الصغير للعيبة. عنده متوسط اللعيبة اللي هو بيعتمد عليها في الملعب متوسط أعمارها صغير جدا، معظمهم 23 و22 و21 سنه. كل ده هيجي مع الخبره، وكل ده هيجي طبعا مع الممارسه اكتر في الدوري الانجليزي. ولكن ايه اهداف ارسنال؟ اهداف ارسنال المنافسه والتاهل لدوري ابطال اوروبا، اهداف ارسنال الحصول على بطوله، اهداف ارسنال ان هو يكون موجود بس ويبيع في لعيبه. هي ده اللي هتفرق عشان مشجع ارسنال بقى يبتدي يريح دماغه. انت عايز ايه؟ يعني ايه التارجت بتاعنا؟ بالظبط، انت ايه التارجت بتاعك؟ انت عايز توصل كذا، عايز تعمل كذا، ولا الاداره عايزه تكون موجوده بس زيها زي نيوكاسل يونايتد زيها زي هو دي المشكله هنا. تمام، هنكمل معاك عمر، لكن بنقول انتهت مباراه النادي الاهلي امام نادي الزمالك في نهائي كاس كوس الافريقيه بفوز نادي الزمالك 29-28. هارد لك لفرقتنا، كانوا ابطال في هذه المباراه بشكل كبير جدا ودايما ابطال. يعني النادي الاهلي في كره اليد معروف انه نادي عظيم ومثل مصر ومثل افريقيا على مستوى كاس العالم للانديه. هارد لك، وان شاء الله تتعوض باذن الله. وبطولات النادي الاهلي يعني مليانه، ان شاء الله كل التوفيق لكل طبعا فرق النادي الاهلي على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي. طيب عمر، اتكلمنا على الارسنال وانت اتكلمت على الهدف الاساسي من الارسنال، ولكن تبقى المباراه في يوم الاحد مباراه فيصليه لتحديد مركزه في الموسم القادم. كمان على مستوى بقى نتكلم على مستوى ليفربول واستعداد يورجن كلوب من خلال مباراه كانت مهمه جدا، مباراه قويه جدا امام ساوثهامبتون. كانت بالنسبه لك مفاجاه ان عدد 6-7 لعيبه من اللعيبه الاساسيه ما يكونوش موجودين في ظل ان هو يعني كل نقطه بتفرق معاه؟ هل ده كان بالنسبه لك مفاجاه تشكيل او غياب النجوم او غياب الصف الاول لليفربول امام ساوثهامبتون؟ بعد الكاس الاف اي كاب لما اتلعب قدام فريق تشيلسي وكسب في ضربات الجزاء حصلت عنده اكتر من اصابه. حصلت عنده خرج محمد صلاح وخرج فان دايك، فاعتقد ان دي ادت مؤشر ليورجن كلوب ان لا، لازم اللعيبه تريح شويه علشان هم عندهم نهائي دوري ابطال اوروبا. يعني لو بصينا على الدوري الانجليزي يقول انا كده كان لسه مانشستر سيتي ما تعادلش، او كان لسه متعادل في نفس اليوم.
هو كمان يورجن كلوب في تصريحاته كان دايما يقول لك لا المان سيتي مش هيخسر النقاط بالظبط. يعني هو عنده اللي هو انا مكمل في الدوري بالزبط. بس في نفس الوقت مش هقدر اخسر بطوله ثانيه. والدليل على كده ان هو لعب بكل لعيبته قدام قدام تشيلسي في الاف اي كاب. فهو انا مكمل في الدوري بس انا عندي هدف اقوى او هدف يعني أقرب. سهل ان انا اوصل له او اقرب لي ان انا اوصل له وهو نهائي دوري ابطال اوروبا بعد ايام قليله جدا. لان لو لعيب جاله شد في الخلفيه مش هيقدر يلعبه خلاص لان مثلا يعدي اسبوعين. صلاح كنا خايفين الضمه ان هو ما يلعبش نهائي دوري ابطال اوروبا. فهو علشان كده قدر او طلب من بعض اللعيبه ان هي تريح شويه في المباراه اللي فاتت علشان يقدر تكون عندها ما عندهاش ارهاق عضلي او ارهاق بدني قبل نهائي دوري ابطال اوروبا. عايز اقول حاجه عن نهائي دوري ابطال اوروبا وهتفتكرها لي بعد النهائي. ماشي هسجلها وهاجي معاك. محمد صلاح عمل اعظم مايند جيم اتعملت في كره القدم في التاريخ. مايند محمد صلاح عمل اللي هو العاب العقل اللي هو ممكن يعملها اعظم حد في التاريخ. بمعنى ان هو جه عمل كل التصريحات على ريال مدريد واحنا عندنا صقر لازم نوصل له من ريال مدريد وعايزين نكسب ريال مدريد ولازم نرجع في النتيجه زي ما كسبونا في نهائي قبل كده في دوري ابطال اوروبا نكسبهم في نهائي قبل كده في دوري ابطال في دوري ابطال اوروبا الحالي. ويجي كاسيميرو يطلع يرد عليه، انشيلوتي المدير الفني يطلع يرد عليه، فالنتينو بيريز رئيس النادي يطلع يرد عليه، توني كروس يطلع يرد عليه على تويتر. بقى كل ريال مدريد بالمدينه في ريال مدريد والعالم كله في ريال مدريد في العالم كله بيرد على محمد صلاح مش على ليفربول. فليفربول لما تاخد دوري ابطال اوروبا هيبقى محمد صلاح اللي خد دوري ابطال اوروبا مش ليفربول. ده دي نقطه فلما يجي الجزء الايجابي. طب لو لو فلما يجي ما هو لو خسر يبقى هو كده كده خسر. انا خسرت فمش هخش بالون دور. فلما يجي ساعه التصويت لو انا صحفي رايح اصوت دوري ابطال اوروبا مين اللي كسبه بنزيما ولا محمد صلاح؟ مش هقول ليفربول، مش هقول ساديو ماني، مش هقول فان دايك، مش هقول يورجن كلوب. اوكي بنزيما ولا محمد صلاح؟ لا محمد صلاح، انا علمت قصاد محمد صلاح. يعني اعظم مايند جيم ممكن تتعمل. تفتكر ده بنتيجه لدراسه معينه عملها الايجنت بتاعه او مترتبه بشكل بالزبط. كويس مش طالعه مش طالعه عشوائيه. مش طالعه عشوائيه، محمد صلاح ما بيعملش حاجه عشوائيه، محمد صلاح ما بيقولش تصريح عشوائي. بعض الناس انتقدوا الجزئيه ديت وقال هو بيحط لود على نفسه اكتر وبيحط لود عليه وان الامور ما كانتش هو الوحيد اللي طلع اتكلم على موضوع الريفنج دوت. اتنين عشت معاهم في منتخب مصر، محمد صلاح ومحمد النني، كل ما تحط عليهم لود اكتر كل ما بيظهروا بشكل احسن. ده حقيقي. بس وعمرو السوليه في الاهلي. يعني غير كده فعلا كل ما تحط عليهم لود اكتر كل ما يظهروا بشكل احسن. هو ده محمد صلاح ومحمد النني. النني كل ما الناس تنتقده تلاقي الماتش اللي بعده احسن لاعب في المباراه. حقيقي. فاهم؟ فبالعكس ده اللود اللي هو حاطه على نفسه ده هيديله مساحه اكتر في الماتش وهيخلي اللعيبه تركز معاه اكتر واللعيبه تكون اجريسيف ضده اكتر يقدر ياخد منها حاجات او فاولات او يقدر يخرج لعيبه بره المباراه في ماتش ريال مدريد بشكل اكبر. فمحمد صلاح اعتقد ان هو لعب مباراه خارج المباراه وقدر يكسبها 100% زي مورينيو. مورينيو اللي علمني الموضوع ده. مين؟ مورينيو. مورينيو مورينيو طبعا ملك التصريحات. ملك انت بيخش الوتاوي الصحفي قبل المباريات بشكل كبير. عايز اخد قبل ما نشوف يورجن كلوب قال ايه عايز اخد رايك سريعا طالما دخلت في دوري الابطال او النهائي. شخصيه انشيلوتي مع ريال مدريد ممكن تحسم هذه المباراه بشكل او باخر. انشيلوتي يعني مقدم موسم اكثر من رائع، افضل يعني مدرب في تاريخ بيحصل على الخمس دوريات الكبرى في اوروبا. شايف انشيلوتي شخصيه انشيلوتي زي قبل ما نروح ليورجن كلوب؟ عبقري. انشيلوتي عبقري بيقدر يستخدم يعني بغض النظر عن استخدام اللعيبه بغض النظر عن الاوراق المطروحه وبغض النظر عن الفوارق الفرديه في الدكه ولعب توني كروس ومودريتش وكاسيميرو هم سنيا عاليين جدا ولكن هو بيقدر يحط لعيبته في حاله نفسيه وحاله بدنيه مش طبيعيه. انشيلوتي بيقدر يفوز بدوري ابطال اوروبا، عنده قدره مش طبيعيه على الفوز بالمباريات الذهاب والاياب، عنده المباريات الاقصائيه دي هو خبير فيها، عارف امتى
من اين تؤكل الكتف، عارف امتى يقدر يحط دلوقتي، وعارف امتى يقدر يشوح للحكم دلوقتي، وامتى يقدر يخرج المدير الفني للخصم، وامتى ممكن يعمل تغيير. اي حد يشوف ان هي ملهاش لازمه، بس يخلي المدرب التاني يلف حوالين نفسه، ليه نازل اللعيب ده رودريجو بالظبط طبعا امام مانشستر سيتي. عايز اخدك لارقام مباراه ليفربول وساوثهامبتون برضو، ونشوف من خلال الارقام رغم طبعا التفوق الواضح لليفربول، لكن تاخر في الفوز، يعني النتيجه كانت 2-1. وعايز اخد بعديها نشوف يوجن كلوب كمان قال ايه، لان في بعض الاخبار بيتكلم ان امبابي كمان هيكون موجود في ليفربول. دي ارقام المباراه، طبعا الفرص كانت اكيد اكتر لليفربول 6-2. الاهداف المتوقعه كانت في صالح ليفربول بشكل كبير، استحواذ طبعا ليفربول، كل المؤشرات كانت لصالح ليفربول، ولكن ساوثهامبتون كان فاجئ ليفربول بالتقدم بهدف. هدف مباغت من ساوثهامبتون جه في الدقيقه الاولى للمباراه، ولكن يعني رجال يورجن كلوب قدروا ان هم يرجعوا في الماتش. يورجن كلوب قدر باللعيبه بالخبرات اللي معاه، خلاص فريق ليفربول حاليا يمتلك من الخبرات اللي تؤهله ان هو يفوز على ساوثهامبتون في ظروف زي اللي هو فيها دي. يعني يتبقى على الموسم مباريات قليله جدا، فبيفوز باقل مجهود وبيفوز بالخبره. طيب تعالوا مع حضراتكم نشوف يورجن كلوب المدير الفني لليفربول قال ايه بعد الفوز على ساوثهامبتون 2-1. أنا سعيد جدا بالأداء، لقد كان مؤثرا بأمانة. تحس أن هؤلاء اللاعبين أشبه بسيارات جديدة تتركهم يخرجون ويفعلون ذلك بهذا الشكل. لا أدري متى لعب هارفي في أيلوت آخر مرة. يفتقد كريتيس جونز للإيقاع لأنه لعب من وقت لآخر. أعتقد أنها جريمة ألا يلعب تاكومي. لم يلعب أليكس أوكسليد لكنه يتمتع بلياقة مذهلة. الوضع صعب في بعض الأحيان لهؤلاء اللاعبين، وما حدث هذا العام حدث بفضل هذه المجموعة، إنها مجموعة متميزة وأثبت ذلك مرة أخرى. عمر تعليقك. هو دايما يوجن كلوب يعني متزن جدا في تصريحاته، دايما عنده موتيفيشن حتى لما بيخسر مباراة. عمره ما جاب يعني عمره ما عمل بلام على فرقته، لكن كمان بيقول ان اللعيبة ديت شبهها بعربيات من العربيات السبورت القوية جدا اللي عملوا مباراة كبيرة. يعني ما بقتش بصدقهم بعد ما قلع النضاره، مش عارف ليه. هو يا النضاره بيجري بقى. لا فعلا يورجن كلوب دايما عنده اتزان كبير جدا في التصريحات، وبيقدر بيلم لعيبته بشكل كبير جدا. حتى لما بيغلط في التصريحات، لما طلع قال على موضوع محمد صلاح ان لسه الموضوع التفاوضات مع محمد صلاح شغاله، طلع قال انا غلطت ان انا اتكلمت عن تصريحات محمد صلاح بعد مهاجمه رامي عباس وكيل محمد صلاح. قال انا غلطت ان انا صرحت بشان تجديد محمد صلاح، وبعد اذنكم ما تسالونيش تاني عن تجديد محمد صلاح، لان دي حاجات في الاداره انا ما ينفعش اتكلم فيها. ودايما بيدي القدر الكافي من الاحترام للمدير الفني الخصم. صحيح. فدي حاجه محترمه دايما يعني. زي ما بقول لحضراتكم يورجن كلوب كمان كان عنده بعض التصريحات، بعض التقارير بتقول ان ممكن يعني مبابي يكون موجود في ليفربول. انا استبعد كده، اعتقد مبابي طريقه الى ريال مدريد، لكن كان في بعض التقارير بتقول ان ليفربول مهتم بوجود مبابي. وكمان نشوف يورجن كلوب قال ايه عن اصابه محمد صلاح وطبعا فان دايك، وهل ان شاء الله يوصلوا ويكونوا جاهزين للمباراه النهائيه. ده من خلال تصريح يورجن كلوب. Of course we are interested in Kylian Mbappe. We are not blind. نحن مهتمون بالطبع بكيليان مبابي. نحن لسنا فاقدي بصر. في الواقع ليس لدي ما أقوله بشأن ذلك. أما بينه وبين ليفربول فالوضع واضح. نحن بالطبع معجبون به. وإذا لم تكن معجبا به فعليك أن تسأل نفسك سبب ذلك. لكننا عاجزون عن الدخول في هذه المعارك بين الأندية للحصول على توقيع مبابي. هناك بلا شك أندية أخرى معنية بذلك. هذا حسن أنه لا يزال لاعبا عظيما. فان دايك ومحمد صلاح بحالة حسنة، نهدف مشاركتهما بصورة كاملة أمام ولفرهامبتون في الدوري، ولا أدري إذا ما كانا سيلعبان لدقائق محدودة أو منذ صافرة البداية. سنرى ما سيحدث، لأن ذلك سيكون مثاليا للمباراة. لكننا سنراجع الوضع يوما بعد يوم، وأنا واثق أنه لا شكوك لدي بأنهما سيكونان جاهزين لنهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد، وواثق
من مشاركتهما في المباراة أمام ولفرهامبتون، لكنني أشك. ده كان تصريح طبعا يورجن كلوب. بالنسبة لبعض النقاط عايز أخذ منها عمر نقطة واحدة، هو بيتكلم طبعا على مبابي، بيقول طبعا مين يقدر يقول أنه هو مش مهتم بمبابي، ولكن جه عند نقطة وقال لك ليفربول مش من الأندية اللي بتخش في صراعات كبيرة مع الأندية لحسم صفقات. سريعا عايزك تقول لي ازاي يورجن كلوب بصفقات يعني مش من العيار التقيل قدر يعمل فرقة عظيمة وأفضل فريق في العالم دلوقتي؟ دي ثقافة الألماني يورجن كلوب، في انه العين اللي بتختار والسكاوتنج اللي شغال معاه والدراسات اللي بيعملها على كل لاعب بعيد عن الضوضاء وبعيد عن الدوشة سبب واضح في وصول ليفربول لهذه المكانة. بالظبط، يورجن كلوب كان عنده يعني صرف حوالي 500 مليون استرليني على الفرقه اللي موجوده دلوقتي. كان عنده فعلا ما دخلوش في خصومات او صراعات او يعني. صراعات مع اي انديه تانية في اي تعاقدات. يعتبر ما صرفش فلوس كتير غير على صفقتين اليسون وفان دايك، تقريبا 75 مليون و50 مليون حارس مرمى. ولكن زي ما حضرتك بتقول المدير الرياضي او يورجن كلوب والعين اللي بتختار يا كابتن، وازاي شايف ان الفريق بينقصه حته هنا وحته هنا وبيقدر يجمع الفريق، ودي نوضحها بمثال وهو اقرب للحقيقه، وهو مانشستر يونايتد. مانشستر يونايتد بيصرف فلوس ضخمه جدا وبيجيب لعيبه ضخمه جدا، ولكن في الاخر بينقص الهويه، بيجيب مربع بس المربع كبير، ويعني مثلا بيجيب لعيب تقيل جدا بس المربعات ما بتركبش على بعض، ما بتقدرش تركب، ما فيش انسجام للفريق على بعض. بيجيب لعيبه واسماء كبيره وارقام كبيره جدا، ولكن ما بتقدرش توصل للهدف الفني من اللعيبه دي. ده على عكس اللي بيعمله يورجن كلوب في كل الانديه اللي بيدربها. يورجن كلوب بيوصل للمكانه اللي هو عايزها بان هو يتعاقد مع اللعيب اللي ناقصه فنيا واللي يقدر يطوره فنيا، وما بيحبش يدرب نجوم وما بيحبش يتعاقد مع نجوم. بالعكس، انا ممكن اجيب صفقه زي لويس دياز ده وادفع فيه لسه اتكلم عليه 35 40 مليون بالظبط، وما راحش اجيب هالاند وادفع فيه 150 مليون ويجي ويبوظ لي الفرقه وياخد مرتب قد كده ويبقى ماشي، هالاند رايح هالاند جه. لا، انا بحب ادرب المجموعه اللي تقدر توصلني وتمكنني فنيا من الشكل الهجومي او الشكل التسلسلي من الدفاع للهجوم اللي انا عايزه. صحيح. على الجانب الاخر زي ما اتكلمت، هالاند طبعا مضى رسميا مع المان سيتي، وعشان كده نروح بقى للمان سيتي. مان سيتي كانت مباراه امام ويست هام، مباراه ممكن كان يحسم فيها البطوله بشكل او باخر، لكن فوجئنا بالتعادل 2-2. كانت مفاجاه بالنسبه لك سيناريو المباراه؟ كان مفاجاه تقدم ويست هام بهدفين ثم عوده المان سيتي، شفت المباراه ازاي؟ مفاجاه جدا. شفنا ويست هام بيسجل الاول بعدها بيسجل الثاني. كنت يعني بقول خلاص هو الدوري بيروح من مانشستر سيتي ولا ايه؟ ولكن هو ده الدوري الانجليزي. مانشستر سيتي في دقايق برضو قدر يرجع مع جوارديولا للنتيجة، ولكن بتلاقي في اوقات في السيتي في عنصر ناقص، في حاجة مش مكتملة، في لغز في الفريق. احيانا بنشوف التفكك الدفاعي وزي ما يكون الدفاع ده كله لعيبه هاويه رغم اسماء كلها يعني انت شاري لابورت بحوالي 50 مليون، ستونز بحوالي 50 مليون، ايكي بحوالي 45 مليون، كانسيلو وولكر، وعنده لعيبه في الدفاع كبيره جدا، ويعني واسماء المفروض كبيره جدا، وروبن دياز من افضل المفروض المدافعين في العالم، ولكن بتلاقي ان في النهايه في خلل في المنظومه، في خلل في الوقفه، في خلل في التمركزات. وحضرتك يعني تقول لنا افضل يعني ليه اللعيبه دي مره واحده كده بتحس ان هي مشتته، الاربع مدافعين اللي ورا واقفين مشتتين في منظومه مانشستر سيتي؟ واعتقد ان هو ده الخلل اللي بيوصله للكارثه في كل البطولات. انا اعتقد هو دايما عمليه الاستحواذ الكتير ودايما محتاز على الكوره في الفرق اللي بتلعبك وتستحوذ شويه على وسط الملعب. انا في اعتقادي وسط الملعب لما المان سيتي بيخسر وسط الملعب على طول
الخط الظهري بينكشف لانه ما عليهوش اختبارات كتير طول الموسم، وبالتالي الضغط عليه كتير ممكن يسبب بعض الاخطاء. لكن طبعا ما فيش شك ان طبعا جارديولا مدرب كبير، ومان سيتي على الورق طبعا اقرب ليه للحصول على البريمير ليج، لكن التعادل 2-2 مع ويست هام اثار بعض الشكوك وتاجلت ليه طبعا يوم الاحد الجاي ونهايه السباق ما بين يوجن كلوب وطبعا وجارديولا. هنشوف قال ايه جارديولا بعد التعادل مع ويست هام 2-2. لعبنا الشوط الأول أكثر من لائق، لكن الفرص كانت صعبة للغاية. أنا سعيد جدا بحقيقة أننا عدنا أمام ويست هام يونايتد في هذا الملعب. من الصعب السيطرة عليها، بدأ الأمر وكأن شيئا لم يحدث في بعض الكرات، تراجعوا إلى الخلف، قطع الكرة كان بشكل جيد حقا، وإنهاء الهجمات كان جيدا. نعم سجلنا في الشوط الثاني بعد أن صنعنا شوطا ثانيا جيدا، إنها نقطة ثمينة حصلنا عليها. الآن ليس هناك نقاش حول فارق الأهداف ولا جدال حول أي شيء، إنه مجرد فوز في مباراة لنكون أبطالا. إذا لم نفوز فسيكون ليفربول بطلا. يمكنني فقط أن أؤكد لك شيئا، سيتم بيع كل التذاكر في ملعبنا، وسنمنحهم كل حياتنا وسيمنحوننا حياتهم. القيام بذلك يعد امتيازا لا يصدق. بعد سنوات عديدة من التواجد هنا يعد امتيازا لا يصدق أن تتاح لنا الفرصة مع الناس في المنزل للفوز بمباراة واحدة لتصبح بطلا، وأنا أتطلع إلى ذلك. أمال كبيرة جدا طبعا لجارديولا للمباراة الأخيرة في الدوري والحصول على البريمير ليج عمر. وفي تصريحاته دايما بيتكلم على المشروع، وأن قال أن المشروع اللي أنا جيت المان سيتي نجح بنسبة 100%، ولكن يبقى دايما مشكلة دوري أبطال أوروبا هي المشكلة الكبرى لجارديولا منذ سنوات ما كان حتى موجود مع البايرن. شايف تعليقاته إزاي وشايف طموحاته الفترة اللي جاية على مستوى المشروع اللي مكمله مع المان سيتي؟ هو مشروع مانشستر سيتي فعلا نجح في 100%، بس يعني دوري أبطال أوروبا حجر عسر قدام كل المشاريع في أوروبا. يعني باريس سان جيرمان عمل كل حاجة في الدنيا بس عايز دوري أبطال أوروبا، مش عارف يفوز بيه. مانشستر سيتي نفس الموضوع، بايرن ميونخ مع جوارديولا كان عندهم طموحات كبيره جدا ان هم يكسبوه ومش عارفين يكسبوه. حتى في المشاريع الجديده للانديه، مثلا الفرق عايزه تتاهل لدوري ابطال اوروبا، ارسنال عايز يتاهل لدوري ابطال اوروبا، مانشستر يونايتد كان بيتمنى ان هو يتاهل مع إيريك تنهاج المدير الفني الجديد من الموسم المقبل لدوري ابطال اوروبا. هو دايما دوري ابطال اوروبا حجر عسير كده، لازم يوقف كل الانديه. اعتقد ان جوارديولا بيخسرها عشان فلسفته، بيتفلسف اكتر من اللازم، بيخسرها علشان عنده وعلشان الغرور اللي بيركبه في مباريات النهائيه. بيعمل حاجات غريبه جدا، فاعتقد ان هو ده الغريب. جوارديولا السنه دي كان ناقصه في تشكيلته الفنيه المهاجم راس الحربه التسعه، كان عنده خصص وما كانش بيقدر يستفيد منه، او خصص ما عندوش الامكانيات اللي تاهله بنسبه 100% ان هو يكون موجود او يعتمد عليه جوارديولا بشكل كبير. اتعاقد مع هالاند، اعتقد ان لا يعني مانشستر سيتي لازم يمشي ناس من الفريق، معرفش معرفش كل دول يقعدوا مع بعض ازاي، هيتجمعوا ازاي مش عارف يقعدوا مع بعض ازاي لكن خلينا نتكلم طبعا على مستوى الفرقه. وجود هالاند مكسب كبير جدا، ويمكن ده الحلقه اللي كانت ناقصه، لكن كانت ناقصه جوارديولا. عايز اقول لك ان في نجوم كبيره من مان سيتي يمكن ترحل من نهايه الموسم، في بعض الاخبار حتى عن يعني محرز موجود في قائمه الراحلين. لكن خلينا نرجع انا وانت ونشوف كمان على مستوى، بتتكلم الدوري الاوروبي او دوري ابطال اوروبا دايما عثر، ولكن كمان في سعي كبير جدا من الارسنال للوصول لطبعا المركز الرابع وتمثيل او الاشتراك في دوري ابطال اوروبا الموسم القادم. لكن الخساره امام 2-0 امام نيوكاسل كانت مفاجاه، وكانت طبعا نقطه صعبه جدا لارتيتا، اللي يمكن هنشوف مع حضراتكم قال ايه بعد الهزيمه من نيوكاسل 2-0 وتقلص فرصه للوصول للمركز الرابع. اجلس عاده هنا وادافع عما فعلناه، الا ان الوضع ليس كذلك، وكان نيوكاسل وبنسبه 100% افضل منا في كل نواحي اللعب من البدايه الى النهايه، وهو وضع يصعب علي تقبله. نحتاج للفوز وندرك أن كل شيء ممكن في كرة القدم، ونحتاج أن نكون جاهزين إذا حدث أي شيء، وحتى يكون بوسعك القيام بذلك.
عليك أن تطأطئ رأسك وتبلع السم الذي نحسه كلنا وأن نبدأ من جديد. ده كان أرتيتا المدير الفني للأرسنال عمر، وما زال عنده الأمل وعنده الفرصة، على يعني حسب تصريحاته أن احنا عندنا الأمل وعندنا الفرصة طبعا الوصول للمركز الرابع. عايز أنا وأنت نشوف كمان المباريات القادمة من الجولة الأخيرة، أو يعني في طبعا بعض المباريات المؤجلة دلوقتي بيتلعب، أعتقد الساعة 9 هيكون بيتلعب ليستر سيتي هيلاعب تشيلسي، لكن مباراة الأسبوع طبعا إيفرتون مع كريستال بالاس، أستون فيلا مع بيرنلي، وتشيلسي هيتلعب النهاردة أمام ليستر سيتي. دي مباريات الأسبوع. الأرسنال طبعا هيلاعب إيفرتون، برينتفورد ليدز يونايتد، وبرايتون امام ويست هام، بيرنلي امام نيوكاسل، وتشيلسي امام واتفورد. وطبعا الارسنال هيلاعب ايفرتون، اكيد مباريات صعبه جدا على الارسنال. كريستال بالاس هيلاعب المان يونايتد، ليستر سيتي هيلاعب ساوثهامبتون، ليفربول طبعا وولفهامبتون، مان سيتي هيلاعب استون فيلا، ونوريتش امام توتنهام. كلها مباريات صعبه، ولكن يبقى البريمير ليج اقوى دوري على مستوى العالم. يوم الاحد هتكون جوله الحسم في البريمير ليج، هل يا ترى سيحسم الامور جارديولا والمان سيتي بالحصول، او تحدث المفاجاه ويفوز يوجن كلوب ومحمد صلاح في البريمير ليج؟ ده اللي هنشوفه من خلال الجوله يوم الاحد ان شاء الله. نطلع فاصل سريع ونرجع مره ثانيه مع حضرتك. اهلا بحضراتكم. يمكن قبل الفاصل كنا بنتكلم الحد الجاي هتكون طبعا جوله الحسم، من سيحسم البطوله على مستوى البريمير ليج، هل السيتي ام ليفربول؟ كمان دلوقتي مع حضراتكم من يحسم البطوله في السيريا الدوري الايطالي دلوقتي، الميلان بفارق نقطتين على الانتر، وجوله الحسم كمان الجوله القادمه. عمر رايك ايه في الدوري الايطالي السنه دي؟ رايك ايه في الميلان السنه دي؟ وتوقعاتك للفوز بالبطولة، هل الميلان الأقرب أم الإنتر؟ والله بيولي بيقدم، مدير فني الميلان بيقدم مستوى عظيم جدا جدا مع الفريق. بيولي ما عندوش العناصر الفردية أو اللعيبة اللي موجودة عند الإنتر، ما عندوش دكة البدلاء اللي موجودة عند الإنتر، ولكن قدر يخلق مجموعة عناصر جماعية بتقدم مستوى جيد جدا جدا في الدوري الايطالي. والاعظم من كده ان هو قدر يخليهم لحد النفس الاخير موجودين في المنافسه وعلى صدارة جدول الترتيب. والاعظم من كده اللي هو قدر في كل المواجهات المباشره او معظم المواجهات المباشره مع الفرق الكبيره ان هو يفوز بيها مع فريق الميلان، رجع شويه من هيبه الميلان ورجع شويه من متعه الميلان اللي كانت الناس منتظراها. علشان كده بيقول يعتبر من افضل مدير الفنيين حاليا في السيريا مع شويه ايطاليان المدير الفني لفرنتينا اللي وصلهم ان هم ينافسوا على التاهل للدوريات او البطولات الاوروبيه حتى الان في السيريا. خلينا نتكلم عن رحيل كونتي عن الانتر ورحيل كريستيانو رونالدو عن اليوفنتوس. رحيل كونتي عن الانتر، كونتي عمل يعني وصل الانتر مع المدير الفني المدير الفني الحالي ان هو عنده لعيبه بيقدر يصنع منها نجوم كبار وبيقدر يوصل معاهم ينافس بيهم، ولكن كونتي ما كانش بيخسر المباريات الكبيره مع الانتر. لان كمان بالزبط. كنت لسه بتكلم معاك، لو حسمت يعني دلوقتي فرق نقطتين، الانتر الميلان 83 والانتر 81، في حاله تعادل الميلان بيضمن الدوري الايطالي، لان زي ما انت بتقول المواجهات المباشره بالزبط. لصالح اي سي ميلان. سيمون انزاجي المدير الفني للانتر عنده مشكله، عنده بروزوفيتش هو افضل لاعب في الفريق. صحيح. في غياب بروزوفيتش بيكون ما فيش انتر، يعتبر هو نص قوه الانتر السنه دي. وفي فتره غاب فيها بروزوفيتش 7 مباريات الانتر طلع منهم ب7 نقاط، ودي اللي وصل الميلان لصداره جدول الترتيب، وان هو يكون منافس فتره كبيره لوحده على صداره جدول الترتيب. أليجري مع يوفنتوس، أليجري مع يوفنتوس واجه مشكله كبيره جدا، لانه يعتبر لاعب لحد يناير من غير راس حربه. دي اول مشكله. كريستيانو رونالدو مشي، ما تعاقدوش مع فيهالوفيتش غير في يناير، مش متمركز كويس او مش واصل للاهداف اللي بيسجلها بشكل كبير. يعني هو دلوقتي حاليا في المركز الثاني في جدول الهدافين بعد تشيرو موبيلي 27 هدف، فيهالوفيتش مهاجم يوفنتوس 24 هدف، ولكن ده
هيأثر بعد قدومه بالنتيجة إيجابية على يوفنتوس بعد رحيل كريستيانو رونالدو. لك أن تتخيل أن فريق يوفنتوس مسجل نفس أهداف أودونيزي في الدوري الإيطالي، فدي في واضح أن في مشكلة كبيرة جدا عند يوفنتوس في القدرة التهديفية. كمان يوفنتوس عنده مشكلة كبيرة أن هو أليجري ما عندوش زي الحقبة الأولى واحد زي فيدال أو بوجبا أو بيرلو بيقدر يربط في نص الملعب ما بين الخطوط. لا، نص الملعب عند يوفنتوس في مشكلة كبيرة جدا أثرت عليهم وخلتهم مجرد أن هم عايزين يتأهلوا لدوري أبطال أوروبا وحتى يخسروا الكاس. طيب سؤال مركب شوية، أنت قلت طبعا رحيل رونالدو أثر بشكل كبير على الناحية الفنية لليوفنتوس، حاجة للميلان المرشح للفوز باللقب وجود إبراهيموفيتش، إبراهيموفيتش للموسم الثاني على التوالي ما بيشاركش كتير، لكن الناس بتتكلم على دور القيادة، دور الملهم في هذا الفريق، وتوقعات كبيرة جدا أن ممكن تكون المباراة الجاية المباراة الأخيرة أو يعني هيقعد كمان سنة. شايف دور إبراهيموفيتش مع ميلان السنة دي ازاي؟ والله دور إبراهيموفيتش مع الميلان هو دور شخصية إبراهيموفيتش مع نفسه. إبراهيموفيتش بيقدر يوصل ثقة للاعبين وبيقدر يدي ثقة لنفسه، بالرغم ان زي ما حضرتك قلت ان هو ما بيشاركش كتير، ولكن إبراهيموفيتش هو الحاجة المتبقية من هيبة ميلان زمان، هو اللي يعتبر اللعيب الوحيد في اللي موجودين دلوقتي اللي حضر هيبة الميلان زمان واللي حضر تيشيرت الميلان زمان، فان هو يقدر يوصلها للعيبة اللي موجودة حاليا، فأعتقد أن هو دي أعظم قدر ممكن أخده أو أكتسبه من تواجد لعيب زي إبراهيموفيتش مع فريق زي الميلان. مين أفضل لعيب في الميلان السنة دي من وجهة نظرك؟ في لعيبة كتيرة زي ما أنت بتقول، ما فيش دلوقتي النجم الكبير، ما فيش مالديني، ما فيش لعيبة، لكن التيم وورك هو الموجود. من رأيك أفضل لاعب في الميلان السنة دي مين؟ ال 11 لعيب لياو مثلا على سبيل المثال، لعيب هايل جناح أيسر، بعض التقارير حتى لجازيتا السبورت بتقول ان سعر لياو دلوقتي يوصل لاكثر من 120 مليون يورو نتيجه لعيب صغير في السن عنده سرعات، عنده امكانيات كبيره جدا، وعلى المرمى هداف كبير. بالظبط، وهداف كبير وعنده امكانيات تسجيليه كبيره جدا وما بيخطاش الشباك ابدا. ولكن هرجع اقول لحضرتك تاني، لياو قدم مستوى كويس جدا وكيسي قدم مستوى كويس جدا، بس النجم في الميلان هو الفريق، هو المجموعه. يعني ما تقدرش تخرج بعد الموسم وتقول ان الميلان مثلا انت عايز منه لعيب فلتة زي مبابي هالاند. لا لا، لكن في مجموعه في ميلان، يعني مش هتلاقي، يعني حتى في باريس سان جيرمان بتلاقي اسم موجود هو اللي مغطي، في اي فريق بايرن بتلاقي اسم ليفاندوفسكي، في برشلونه في اسم، في ريال مدريد في بنزيما، في كل الانديه الكبيره دي بروين وكريستيانو رونالدو في مانشستر يونايتد. لكن في الميلان كل الناس هتلاقيها بتقول ميلان، في الانتر بروزوفيتش، في يوفنتوس في هالوفيتش، في روما مورينيو، لكن في الميلان الناس بتقول ميلان، لان فعلا المجموعه اللي موجوده هي اللي قدرت توصل ميلان بان هم عناصر في تجانس كبير مع بعض، بان هم عناصر كويسين جدا مع بعض. يمكن لو خرجت عنصر منهم بره الميلان ممكن ما يكونش بقوته. صحيح. في الشكل اللي موجود حاليا، اللي عملت في الميلان السنه دي، الميلان بيقدم مستويات اكتر من رائعه وبيستعيد من زمان ذاكره البطولات. في اعتقادي الشخصي الميلان الاقرب لحصد السيريا على مستوى، طبعا على مستوى محتاج نقطه، وبيلعب امام ساسلو في المباراه النهائيه، الانتر هيلاعب سامدوريا، واعتقادي الشخصي ان الميلان يستحق عن جداره يعني الحصول على السيريا. عمر بنشكرك شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا ودايما مبدع وبتمتعنا دايما. شكرا جزيلا. الوقت يا كابتن بيعدي معاك ومع جمهور الاهلي بسرعه جدا، وانا بستمتع جدا بان انا اكون موجود مع حضرتك وان احنا نتكلم شويه عن الكره اللي احنا بنحبها، فبتشرف جدا. شكرا ليك عمر، نورتنا وشرفتنا. نروح فاصل سريع، وبعد الفاصل نجم اخر من نجم التحليل الفني والرقمي، طبعا محمد الباز نجم التحليل الفني وتحليل الاداء هيكون معانا بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم، دايما يوم الخميس الفقره الاخيره، فقره مميزه مع نجم مميز على مستوى النقد الرياضي وعلى مستوى تحليل الاداء. النهارده معانا كالعاده يوم الخميس محمد الباز. طبعا محمد مساء الخير عليك، دايما بتنورنا يوم الخميس ودايما عندك الجديد بشكل مختلف وارقام جديده، عندك ايه النهارده؟ مساء الخير كابتن هاني، تحياتي لحضرتك وجمهور النادي الاهلي. عندنا النهارده كونتي توتنهام، يعني الفكر الدفاعي الحديث، ازاي طور الفكر والمنظومه الدفاعيه
الطبيعيه بالترانزيشن، بالسرعات، بالتيمبو، بالتحولات اللي بيطلع من الفكر الدفاعي. الناس كلها بتقول على كونتي ملك الفكر الدفاعي العقيم. هو دايما بنتكلم على، دايما لما بتجيب سيره الكره الايطاليه المدربين الايطاليين بتتكلم على الشكل الدفاعي القوي. صحيح. جدا، مع يعني منشيني. صلابه في الدفاع على سبيل المثال مانشيني المدير الفني للمنتخب. لكن ايه اللي قدمه كونتي جديد لتوتنهام؟ بالظبط، هو كونتي مع توتنهام هو وصل في نوفمبر او 11 2021، لعب مع توتنهام 27 مباراه في البريمير ليج حتى اللحظه اللي احنا فيها ديت. تخيل، في يعني احرز 56 هدف من توتال 64 هدف، هو رابع اقوى خط هجوم في الدوري الانجليزي حتى الان، على عكس كل التوقعات بالشكل الدفاعي. صلابه دفاعيه، لكن واضح من الارقام رقم كبير جدا على مستوى طبعاً. على مستوى الاهداف بشكل كبير يعني. بالظبط، هنشرح تكتيكيا ازاي هو بينجح بالتكتلات الدفاعيه والطريقه بتاعته باللو كومباكت والدفاع الخلفي في حاله عدم حياز الكوره. بيلعب دايما 5-4-1، السيستم بتاعه المشهور 3-4-3، وده السيستم او الفورميشن اللي كسب بيها الدوري الانجليزي مع تشيلسي في 2016 2017. هنشوف التطور اللي عامله بترانزيشن سريع باللعيبه، طبعا الادوات اللي معاه زي سون وكين وكل المنظومه. عايزين نقول بس حاجه سريعه كابتن هاني، في الماتشات الاخيره طبعا احرز سكورز كبيره جدا، يعني احنا اهمهم طبعا ايفرتون 5-0، نيوكاسل 5-1، طبعا استون فيلا 4-1، واخر مباراه كلها نتائج بسكور عالي بسكور عادي. ولكن زي ما بقول هنتكلم على الارقام، هتتكلم انت كمان تكتيكيا ازاي كونتي قدر بشكل مباشر انه خلاص هو المنافس الاول للوصول للمركز الرابع، يمكن فرصه صحيح. افضل من الارسنال. لكن خلينا نتكلم على الشخصيه قبل ما نتكلم في شخصيه كونتي اللي شفناها مع توتنهام، والشخصيه العصبيه، الشخصيه يعني الروح العاليه اللي بيساهم في فريقه، انعكست على اداء كمان فريقه من الناحيه الخططيه. طبعا يعني اتعكست بشكل كبير جدا، هو من افضل المدربين اللي بتعرف تفهم الخصم بشكل كبير جدا، بتفهم ادواتها وازاي استغلها بشكل كويس جدا. هو الفريق الوحيد اللي وقف طبعا المان سيتي في يعني فوز في الدور الاول والدور الثاني، ايضا فوز على المان سيتي، هو اللي وقف ليفربول حتى في اخر مباراه 1-1 في التعادل اللي شفناه. فكونتي بيلعب بفكر مختلف تماما. كلنا بقى نقاط القوه عند كونتي وازاي بيشتغل مع توتنهام. كونتي توتنهام 3-4-3 بيعرف يستغلها بشكل كويس جدا، بيلعب بثلاثة سنتر باك في الخط الخلفي، لهم دور كبير جدا في ترانزيشن، لهم دور كبير جدا في البيلد اب هنتكلم عليه طبعا، اهمهم داير ودافيز وبالظبط كده وروميرو، يعني الثلاثة سنتر باك. والميزة اللي عنده او النقاط قوة عنده هو الوينجات، دايما بيطير الباكين، الباك اليمين والباك الشمال، هنتكلم عليهم النهارده بشكل كبير جدا، سواء كان ايمرسون في ناحيه اليمين او سيستون في ناحيه الشمال. طب خلينا نتكلم، بتتكلم على البيلد اب، في اشكال مختلفه للبيلد اب، البيلد اب مختلف من مدير فني للتاني. صحيح. ازاي بيشتغل البيلد اب؟ كنت ازاي بيشتغل البيلد اب مع توتنهام؟ بالظبط، دايما البيلد اب عند كنت بيبدا من الخلف، بيبدا من المدافعين. دايما تبدا من الخلف اكيد. بالظبط، ولكن هنا بقى نقاط قوة او التركايه اللي عند كونتي هنا اللي بيقدر يستغلها هو عن طريق ديفيز، وعن طريق طبعا ديفيز في ناحيه اليمين هو الباك اليمين او الثلاثه سنتر باك زي ما قلنا 3-4-3، دايما ديفيز وروميرو، وزي ما قلنا دايما بتبدا من هنا الكوره هنا، ديفيز عينه دايما على سون او كين. الميزه الوحيده اللي بيقدر يستغلها هنا في البيلد اب هو نزول كين لنص الملعب، لان بنزول كين لنص الملعب بيسحب معاه الخصم. بالظبط، انت بتتكلم دلوقتي هو ما بيعتمدش على وسط الملعب، دايما بنتكلم على البيلد اب ان انت التدرج بين خط الدفاع لخط الوسط لخط الهجوم. كنت بيشتغل ان الاثنين السرد باكين او الخط الدفاع بيستغل ان كين بينزل لتحت مع انطلاق سون، وبالتالي بينقل الكره سريعا من التلت الخلفي للتلت الهجوم. عنده شكلين دايما في البيلد اب من الخلف للامام، دايما بداير، داير دوت اللاعب السنتر باك زي ما قلنا مشهور جدا في الدوري الانجليزي ان هو اكتر لاعب لعب باللونج باسس لكين، دايما نزول كين هو بيستقبل اللونج باس او بيلعبها من عن طريق الوينج خالص اقصى الجناح الشمال، ويبدا البيلد اب سريعا من عن طريق داير ثم ديفيز، وديفيز على طول بيلمح كين بينزل له في نص الملعب بيسحب معاه ثلاثه من الخصم، ويبدا هنا لو احنا كملنا في الهجمه ديت ديفيز هو دايما هنا هو الاساس، هو الكي، هو المفتاح في
البيلد اب الصوره دي من فوق بتورينا ازاي على طول بينزل له هاري كين لنص الملعب، بينزل نص الملعب بيستلم، وهي دي الديناميكيه اللي دايما كنا بنقول عليها الثنائيه ما بين سون وكين. بمجرد نزول كين على طول سون بينطلق في ناحيه الشمال، نفس الكلام ناحيه اليمين، كلوفيسكي هو برضو بيلعب دور كبير جدا، ولكن الشكل اللي معانا بيخلق مساحه كبيره جدا بسرعته سون، وعلى طول بيرجع له في التحول ويروح معاه طبعا كين، وده الهدف اللي شفناه في المان سيتي. المان سيتي طبيعي، يعني انت مختصر ان هو بيعتمد بشكل كبير البيلد اب على سرد باكين او باك شمال او باك يمين، وما بيعتمدش بشكل كبير على واحد من وسط الملعب، بيعتمد على هاري كين اللي بينزل بيستلم مع انطلاقات سون. صحيح. وبالتالي بينقل الكوره في اسرع وقت من التلت الدفاعي للتلت على العكس مان سيتي، دايما رودري هو اللي بينزل كنص ملعب، هو اللي بيساعد او معظم الفرق الاوروبيه او الفرق عموما دايما نص ملعب بالزبط. هو الكي بالزبط. ولكن هي دايما بتتم من خلال السنتر باك او من خلال الاجنحه. طب النقطه اللي عايز اقف عندها كمان اللي مرتبط بالبيلد اب والشكل اللي انت بتتكلم عليه، لازم يكون في تحول سريع جدا من طبعا. الحاله الدفاعيه او من الحاله ان احنا بنبني للحاله الهجوميه، عمليه السرعه دي بتتم ازاي؟ دايما عندهم في الترانزيشن بشكل كبير جدا بيعملها من عن طريق داير او زي ما قلنا من عن طريق الاجنحه. الباك الشمال دايما هو دايما معظم اهدافه من ناحيه الشمال، دايما الكابتن هاني زي ما قلنا كين اللي بيساعد بشكل كبير جدا في التحولات ديت. يعني الناس تقول طب كين هو رقم 9 هو بوكس، صحيح احنا شايفين ان هنا كين اكنه بيلعب 8، هو بيلعب 8، هو دايما بينزل بيبدا الهجمه على طول، بيحصل ديناميكيه ما بينه وما بين سون. التحول السريع والكاونتر اتاك اللي بيعمله هو ده هي دي الكره الحديثه اللي خلقها كونتي مع المنظومه او الطريقه الدفاعيه اللي بيلعب بيها دايما. هنا بص يا كابتن، في حاله لازم نقف هنا، في حاله الارتداد السريع دايما تلاقي 4 أو 5 من التوتنهام ظهروا معانا في الكادر، خدوا مساحات بسرعتهم، كلوفيسكي من ناحيه اليمين او سون او هاري كين، ودايما معانا في ناحيه الشمال سيستون اللي دايما بينطلق كوينج. زي ما قلنا في البدايه مفاتيح لعبه الوينجات، سواء كان الباك اليمين او الباك الشمال، طريقه او نجاحه ايضا في نزول كين وديناميكيه ما بينه وما بين سون وكلوفيسكي. ده على سبيل المثال خلق مساحه كبيره جدا وادى المساحه للتسديد، ده كانت كلوفيسكي وشاطها طبعا الحارس صدها، كان في مباراه ليفربول الاخيره. طبيعي ده شكل ترانزيشن من الحاله البيلد اب للوصول باسرع وقت لعمليه الوصول للثلث الاخير او الثلث الهجومي للخصم. صحيح. هنا بقى مثال مهم جدا بيورينا السرعه والتيمبو في التحول، يعني لو المثال دوت طمك قطع الكوره هنا، سون قطع الكوره واقف لوحده تماما، اللي بص معانا في الكاميرا ما فيش خالص، على واحد وهاري كين بعيد كمان، يعني حتى هنا ثلاثة، يعني في ثلاثة من ليفربول طبعا مش متمركزين. ده السرعة في الارتداد الترانزيشن بنتكلم عليه. الصورة هنا بتوضح سون في لحظات في فيمتو سكند تلاقي ثلاثة أربعة بسرعة كبيرة جدا، يعني وصل من ثلاثة على واحد أو ثلاثة على اثنين، وصل العكس، وصل أربعة على ثلاثة بالنسبة لتوتنهام. ده الترانزيشن اللي بتتكلم عليه، سرعة خط النص في التكملة وسرعة هاري كين كمان، سرعة هاري كين، سرعة طبعا كولوفيسكي من ناحية اليمين. بقى الشكل اللي شايفينه يا كابتن هاني، الزيادة العددية مع التحول السريع والتيمبو اللي دايما بنشوفه من توتنهام في حالة قطع الكرة والترانزيشن من الدفاع للهجوم. جميل. ده شكل برضو خلق فيه طبعا زيادة عددية، تم بص الكرة وخاصة انت ده كمان امام ليفربول كمان. يعني ليفربول معروف حتى القوة الدفاعية وخط النص الهايل، لكن قوة زي ما اتكلمت توتنهام مع كونتي، اللي هو عملية ان انت عملية الترانزيشن تبقى سريعة جدا على مستوى السرعات، عندهم سرعات كبيرة. صحيح. زي سون وهاري كين، وده استغلها في ان الضغط العكسي هو اكبر مشكلة عند ليفربول، لان هو لما بيفقد الكرة طبعا من اجنحة سواء كان من ناحيه اليمين او ناحيه الشمال، فدايما الارتداد السريع من عن طريق توتنهام بالطريقه اللي شرحناها هي دي ميزه كبيره، وده اللي استغله حتى في المباراه ديت، تقدر يعني يتفوق تكتيكيا لحد كبير في اوقات كثيره من المباراه. طيب الحاله الدفاعيه بقى، يعني بتتكلم الشكل الدفاعي اللي بيلعب بيه توتنهام. زي ما قلنا السيستم بتاعه 3-4-3 وبيخلق منها 4-1-4-1، ولكن ده في حاله طبعا حيازة الكرة، فحالة عدم حيازة الكرة أو في الشكل الدفاعي زي ما احنا شايفين كده، هو التكتل الدفاعي بيلعب بخمسة أربعة واحد، أو في أوقات يعني ممكن نلاقيهم خمسة خمسة واقفين، ولكن هنا يعني الشكل ده كان أمام ليفربول، الكرة دي جون،
يعني الناس تستغرب جابها جون دياز، وده الاعتماد على يعني المهارات الفرديه، التسديد من خارج المرمى. انت دلوقتي لما بتلعب قدام فريق بيعمل تكتل دفاعي اللو كومباكت زي المشهور بيه توتنهام مع كونتي، ازاي تستغل قدراتك في التسديد من خارج المرمى في المهاره الفرديه؟ ده اللي عامله دياز. احنا بنركز اكتر برضو محمد، ساعات الكثافه العدديه كده قدام حارس المرمى ساعات تبقى مشكله، وده اللي حصل في جول ده، ان طبعا دياز لما الكره في الجزء دوت وشاط خبطت في واحد من المدافعين وغيرت اتجاهها. لكن انت بتتكلم على السيستم في حاله عدم الاستحواذ على الكره، إيه طبعا 5-4-1 وده الشكل اللي شايفينه، والمساحات قريبه، يعني شايفين هاري كين رقم 10 يعني تقريبا مسافه ما بينه وما بين السيرفيس باك حوالي 20 متر، ده المسافه اللي بيلعبوا فيها يعني. حتى سن في الارتداد حتى بيقربوا 15 متر. زجالو عامل شغل عالي يعني. يعني زجالو مظبطنا يعني في حتى بالمسافات ورينا المساحات وبيضيقوا المساحات ازاي. يعني هو زي ما قلنا الميزه الوحيده عند الخصم او الفريق المقابل زي دياز هو طبعا تسديد خارج المرمى او الاعتماد على المهارات الفرديه. ده شكل احنا شفناه. احنا دلوقتي الهدف اللي امام ليفربول في المباراه الاخيره اللي كان تعادل 1-1 بيورينا الشكل الارتداد الترانزيشن عندهم والكاونتر اتاك بيعملوه ازاي من التكتل الدفاعي لسه شايفينه في الحاله اللي قبلها اللي هو 5-4-1. هنا الكره في نص الملعب، يعني عايزين نشوف سون وكين. يعني دايما لما كنا بنشرح في البيلد اب او الكاونتر اتاك دايما بينزل واحد فيهم من نص الملعب بيبدا يفتح مساحات. يعني احنا لو هنمشي سيسن طبعا هو كمان عنده استعداد ليه، احنا عايزين عينينا هنا على سيسن هو المفتاح. الصوره دي بتورينا هو لسه فين. هنا الباك الشمال عند توتنهام ده هاري كين. هاري كين استلم الكوره، دايما هاري كين بسرعته وبذكائه بيعمل سكاننج بيشوف الملعب بشكل صوتا. هو انت عملت ثنائيات حلوه، ثنائيات مع سون وكين يعني دايما فاهمين بعض. دايما سون يا كابتن هاني هو اللي بيقطع في العمق، لما بيقطع في العمق بالشكل اللي شايفينه بياخد معاه 2-3 بيفضي مساحه كبيره جدا. ده اللي هنشوفها في الصوره اللي بعد كده للباك الشمال هنا سيسنون. سيسنون بيكمل وهاري كين طبعا هيدخل لجوه، هيقطع لجوه بالشكل ده. شوف سيسن راح فين، شوف سون. سون خد الاثنين ودخل بيه وفتح مساحه طبعا للباك الشمال عشان يخلق مساحه للتسجيل. بالظبط كده، هم دايما مشهورين بالحته. هو ده نقاط القوه عند كونتي في التحولات او الترانزيشن. دايما كولوفسكي زي ما قلنا دايما كولوفسكي بيلعب دور كبير جدا، ان هو بيقف بيعطل المنظومه الدفاعيه عند الخصم، هو مش عارف يروح يمسكه ولا سون اللي دخل في العمق فتح مساحه كبيره جدا هنا لسيلسون. لو احنا هنكمل هنشوف طبعا خد الكوره، الكوره اتلعبت بسرعه جدا في المساحه الفاضيه ليه على طول سون ظبط نفسه عشان الاوفسايد، خد مساحه خد مكان ضرب الدفاع بشكل كبير جدا. الفكره اللي انت بتتكلم عليها محمد ان حتى لما بيكون في مفيش كثافه عدديه لكن التحركات هي بتخلق المساحه. صحيح. التحركات احنا كنا لسه شايفين سون وشايفين هاري كين، دلوقتي كمان هاري كين لعب في المساحه الفاضيه رجعت، واعتقد طبعا كان بصاها طبعا بصاها لسون وده هدف سون في مرمى ليفربول. ده الشكل اللي متعودين عليه دايما في الترانزيشن في السرعات دي، طبعا على طول بقى وش في اتجاه المرمى واحرز هدف توتنهام. هدف رائع وتحليل رائع محمد، لان زي ما بقول لك في ناس كتير ما بتشوفش الشغل التكتيكي، يعني دايما الشغل التكتيكي ما بيبداش في الثلث الاخير، دايما الثلث الاخير ده الثلث النهائي الفينشنج، لكن ما قبل ما نوصل للثلث الاخير في شغل كتير جدا بيتعمل وكنت عامل شغل كويس. تفاصيل يعني 56 هدف في 27 مباراه في الدوري الانجليزي مع كونتي، طبعا رقم كبير جدا بيورينا اهميه الفريق. طيب اتكلمنا على كونتي والصراع ما بين توتنهام وارسنال على مقعد دوري ابطال اوروبا، نروح للارسنال ونجملها الكبير محمد النني. محمد النني بعد يمكن فترات طويله بيظهر بمظهر اكثر من رائع على مستوى ثقه طبعا ارتيتا فيه، بدايه من بيبدا مباريات كبيره بيأدي بشكل اكثر من رائع، خد رجل المباراه بالنسبه لنا وبالنسبه للتقييمات كثيره انه رجل المباراه. ايه الجديد في محمد النني مع الارسنال الفتره اللي فاتت؟ وكل الجديد في النني هو يكون حاضر ذهنيا. النني في اخر تصريح ليه بدايه طبعا ظهوره والنضج من مباراه تشيلسي ثم مباراه مان يونايتد وويست هام وليدز يونايتد، اخر اربع مباريات ليه طبعا قبل الهزيمه الاخيره من توتنهام، ولكن الاربع مباريات السابقه كانت بتورينا ان النني قاعد في على الدكه او في غرفه الملابس مركز تماما مع كلام
ارتيتا في كل كلمه كبيره وصغيره بيقولها، وده اللي قاله الحضور الذهني يا كابتن هاني، اكون جاهز في اي وقت انزل اخلص مباراه. احنا معانا ارقام للنني هنعرضها برده سريعا، ولكن عندنا بعض الصور. النني الراجل اللي بيلعب البول كارينج، اللي دايما الركض للامام بالكوره، دايما تلاقيه في نص الملعب قريب جدا من الكوره. المدرب تكتيكيا بيعتمد عليه في حاله الاستحواذ، ان هو حتى بيبني ويتحرك بالكوره للامام. الشورت باسس عنده كتيره جدا، بيباصي للي جنبه، الناس تقول له طب بيباصي الكوره لاقرب واحد، ولكن هو ده البنى في بعض الناس بتنتقد الباصات السهله، لكن خلي بالك البوزيشن بيفرق. انا مش رقم 10 بعمل ريسك، احمد النني الريسك بيبقى صعب جدا في الحته دي. اللي انت بتقول انه بدا كمان يزيد في الحاله، ويبدا يزيد في الحاله الهجوميه زي ما احنا شايفين في الصوره، ده اداله شكل واداله اداء اكتر. دايما بيستلم الكوره بيقلب وشه او بيعمل السكاننج بشكل كبير جدا، وده اتشهر بيه محمد النني في اخر اربع مباريات اللي قلنا عليهم. دايما موجود النني في نص الملعب، وده عمل حاجه تكتيكيه جدا مع تشاكا نص الملعب زميله اللي بيلعب جنبه في الارتكاز، هو اللي بيدى المساحه طبعا للنني ان هو تشاكا يتقدم، يبقى بوكس تو بوكس دلوقتي، وبيساعد ارتيتا في الحته التكتيكيه. دايما بنشوف النني قريب من الكوره، دايما اي وجود الكوره الاريا اللي فيها كوره او الزون اللي فيها كوره، دايما النني دايما متواجد، دايما بيسهل اللعب على حامل الكرة. طبعا ده مهم جدا، وهو ده مهم جدا، ده انت بتبني عليه اي مدرب بيحب يعتمد على بتتكلم عليه في حاله وانت معاك كوره وزميلك معاك كوره. زاويه الرؤيه مهمه جدا بالزبط. زاويه الرؤيه بيظهر بشكل كويس في الوقت المناسب، في الوقت المناسب. الحاله الثانيه الحاله الدفاعيه كمان بيبقى قريب جدا من الاثنين السرد باكين، عامل كفرنج كويس، ولما بيستلم الكوره، وده اللي كنا يعني بنقول ان النني عنده مشكله فيه، انه عنده شويه في البطء من حته الترانزيشن من الحاله اول ما يستلم الكوره. لا بقى عنده سرعه كويسه صحيح. بعد ما بيستلم الكوره بيبص لقدام ويبدا يلعب الكوره لقدام، وده اللي فرق معاه بشكل كبير. بالظبط جدا، ان هو بيبدا يلعب الكوره لقدام، بيعمل السكاننج اللي اتشهر بيه. ممكن في 10 ثواني في مباراه ويست هام عمل فيهم سكاننج اكتر من مره، سكاننج بمعنى ان هو شايف الملعب بشكل كويس جدا، في طبعا تغيير اتجاهه للمرمى الخصم، و توسيع او فتح زوايا للتمرير للفرقه الثانيه. بدا ياخد ثقه ارتيتا خلاص، يعني هو خلاص هيجدد يعني. يا طبعا كلنا نتمنى كل التوفيق، وهو محمد من النوع اللي عايز يستقر. يعني محمد كمان في بعض العروض من بعض الانديه الكبيره في تركيا، لكن اعتقادك واعتقادي انه مستمر ان شاء الله مع الارسنال. طبعا لعب دور كبير جدا في الاربع مباريات الفوز فيهم زي ما قلنا، تشيلسي، مان يونايتد، ويست هام، وليدز يونايتد. يعني انا اعتقد محمد النني لو حصل اي تعثر لتوتنهام في المباراه الاخيره هيبقى يكون هو لاعب دور كبير جدا اساسي في وجود ارسنال في تشامبيونز ليج، لو يعني تم وحصل فوز لارسنال المباراه القادمه. نتمنى التوفيق لنجمنا الكبير محمد النني، وبنشكرك يا محمد شكرا جزيلا. دايما فقره يوم الخميس ديت الاخيره بتكون مميزه معاك، كل التوفيق ليك، نورتنا وشرفتنا. شكرا. كمان الشكر متواصل لحضراتكم على المتابعه، وان شاء الله انتظرونا يوم الاثنين اللي جاي، ويوم جديد وحلقه جديده من المحترف.